مساء الخير واهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي اللي بتتابع حلقه النهارده من السادسه. تحياتي لحضراتكم في كل مكان. طبعا ما فيش صوت يعلو على صوت المواجهه اللي هتجمع النادي الاهلي بنهضه بركان يوم الجمعه في سوبر افريقيا. طبعا كلام كتير جدا، وانا زي ما وعدت حضراتكم امبارح الحلقه النهارده كلها بالتاكيد طبعا الاهم فيها ان احنا نتابع ونغطي اخبار واستعدادات النادي الاهلي لمواجهه سوبر افريقيا، وهنتابع ان شاء الله مع حضراتكم وهنروح خطر ونشوف تمرينه النادي الاهلي النهارده تفاصيلها ايه، واطمن حضراتكم على بعض الاسماء طبعا اهمهم ايمن اشرف. لكن يهمني كمان في حلقه النهارده بشكل اساسي اقدم لحضراتكم صوره كامله عن الفريق اللي هيواجهه الاهلي يوم الجمعه ان شاء الله، نهضه بركان، اسم ظهر في القاره الافريقيه في السنوات الاخيره. وخدوا بال حضراتكم الفريق ده قدر يوصل لنهائي كونفدراليه مرتين على التوالي، مرة الأخيرة اللي طبعا بيحمل لقب البطولة بتاعتها قدر يفوز فيها في النهائي على فريق مصري هو فريق بيراميدز، وكان ليه سبق قبلها مع الزمالك ولكنه لم يتوج في النسخة دي. على كل الأحوال دي ثالث مواجهاته مع الفرق المصرية مع النادي الأهلي، وبالتأكيد إن شاء الله هتكون مختلفة. خليني أقف مع حضراتكم عشان نفهم ليه نهضة بركان. هو بالمناسبة فريق تاريخه طويل، فريق قديم يعني، لكن إحنا ما سمعناش عنه، ما بيعتبرش من الفرق الكبيرة في المغرب، حتى مش بقول حتى على مستوى القاره، لكن يعني ما نقدرش نقول عليه من حيث البطولات او التتويجات المحليه او القاريه فريق في مكانه الوداد او في مكانه الرجاء او حتى يقترب مثلا من فرقه زي الجيش الملكي. لكن هو حدوته وقصه ظهرت في الفتره الاخيره شبهها كده، او يعني لما جيت اشبهها او جيت اوصفها لحضراتكم ما لقيتش مثالين اقرب من فريق فياريال في اسبانيا. الفريق ده ما هوش من الكبار في الدوري الاسباني، ما تقدرش تقارنه او تحطه في خانه واحده جنب البارسا او جنب الريال او جنب حتى اتلتيكو مدريد، ولكنه فريق بايخ، فريق دايما ماتشاته حتى مع الكبار نتيجتها مش متوقعه، وفي اليوروبا ليج المسابقه الثانيه من حيث القوه في اوروبا دايما فياريال حاضر ودايما موجود على منصات التتويج، وكانه عنده شفره اليوروبا ليج اللي هي زي الكونفدراليه عندنا هنا في افريقيا. عندنا في مصر كده كل فتره من الفترات تطلع لك فرقه بلغه الكوره، يعني مش قصدي حاجه وحشه بس بلغه الكوره تقول عليها فرقه رزله، تقول عليها فرقه يعني تقيله، بتحصل على حصلت في اوقات كتيره جدا او في ازمنه وعصور كتير جدا، فرق تظهر تنافس بقوه تتعب القطبين حتى. يعني على سبيل المثال مثلا خليني افكر حضراتكم بالمنصوره في التسعينات. المنصوره طلعت عملت فرقه محترمه جدا، حققت بطولات، كانت ند في ماتشات كتيره جدا للنادي الاهلي وللنادي الزمالك، وفي بعض المباريات كمان يمكن تكون تفوقت عليهم بجيل يمكن جيل ذهبي، يمكن منهم طبعا دلوقتي نجم من نجوم الاعلام المصري كابتن عبد الظاهر السقا، بفتكر يعني اسماء كتيره جدا قدمتها فرقه المنصوره دي للكره المصريه، وفي منهم كتير احترفوا او اتنقلوا بعد كده لفرقه ثانيه. الخلاصه بس هي نفس الحاله دي، هي حاله نهضه بركان في السنوات الأخيرة، لكن النسخة اللي احنا هنقابلها يوم الجمعة اللي جاية مختلفة، عشان كده المباراة دي تقدروا تقولوا كده إنها ممكن تتشاف أو ممكن نبص لها بثلاث وجهات نظر. وجهة النظر الأولى هي وجهة نظر الجماهير اللي بتشوف إن النادي الأهلي أمامه فرصة ذهبية لحسم بطولة مهمة وسهلة. من وجهة نظر الجماهير ماتش الأهلي مع نهضة بركان ماتش سهل، وسهل جدا على النادي الأهلي إنه يحسم بطولة ويحقق اللقب السابع في تاريخه. من وجهة نظر الجهاز الفني هي مباراة في غاية الصعوبة، دايما المدربين مهما كان حجم وتاريخ وأرقام المنافس، الماتشات اللي بتتحسم أو فيها خروج مغلوب أو بطولة بتتحسم من مباراة واحدة دايما بتبقى مباراة صعبة، ودايما بتبقى نتيجتها وحساباتها وقرايتها دايما مش متوقعة. بالنسبة للعيبة ودي وجهة نظر الثالثة، هي مباراة 11 راجل ل11 راجل، ايا كان اسمك، ايا كان تاريخك، ايا كان مركزك في البطولات المحلية او القارية اللي انت بتخوضها في الموسم الحالي، ايا كان حجم البطولات اللي انت حققتها في التاريخ او في السابق، ده كله ملوش علاقة بمواجهة محتاجة منك 90 دقيقة راجل في الملعب، وان شاء الله باذن الله رجالتنا في النهاية عندهم القدرة على حسم البطولة. قبل ما ندخل في تفاصيل نهضة بركان، حلقة كاملة هنقدم لحضراتكم فيها قراية لمشواره، لارقامه، لنجومه، لنقاط القوة ونقاط الضعف، كل ده على مدار حلقة النهاردة في السادسة. أفكركم بس بسؤال حلقتنا المستمر معانا لغاية بكرة إن شاء الله، اختيار حضراتكم لأفضل ثلاث لاعبين في مباراة الأهلي وسان داونز في بريتوريا، ماتش الأهلي الأخير في دوري أبطال إفريقيا، على السوشيال ميديا
على الفيسبوك، على انستجرام، على تويتر، 3 لاعبين من النادي الاهلي يحتلوا الصداره من وجهه نظركم في انتظار اختياراتكم. فاصل ونرجع نبتدي حلقتنا مع حضراتكم. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. نبتدي نتكلم على فرقتنا. طبعا انا عايز اطمن جماهير النادي الاهلي، يمكن كتير منهم بيسالوا تحديدا على اسمين، ايمن اشرف وعلي معلول، ومدى جاهزيتهم للمشاركه في لقاء الجمعه ان شاء الله. طبعا يمكن احنا حتى من قبل ماتش سان داونز قلنا لحضراتكم انه علي جاهز وبيشارك في التدريبات وبيتم تجهيزه للحاق بماتش نهضه بركان ان شاء الله باذن الله من بكره. علي ان شاء الله او من تمرينه النهارده اللي هي مفترض انها في خلال دقائق هتبتدي، علي معلول هيشارك في التمرين بشكل كامل. ايمن اشرف، ايمن طبعا تعرض لكدمه في ماتش يوم الماتش مباراه سان داونز الاخيره في جنوب افريقيا، لكن الكدمه دي ان شاء الله باذن الله هو خضع النهارده لبرنامج تاهيلي، مش بس كمان عشان الكدمه، عشان حاله الاجهاد، وبكره ان شاء الله باذن الله ايمن يكون موجود في التمرين ان شاء الله باذن الله. والاثنين ان شاء الله الاثنين الحقيقه يمكن من الاعمده الرئيسيه للنادي الاهلي، وكانوا الاثنين من مفاتيح تحقيق الثلاثيه في الموسم الاخير. نتمنى ان شاء الله باذن الله. الحقيقه رجاله الاهلي كلها يعني او الفريق ده فرحنا كتير. وخدوا بال حضراتكم عشان يعني واحنا بنتكلم تبقى الامور برضو واضحه في الخلفيه، وبتفرق كتير جدا في وقت من الاوقات ازاي تصبر على فرقتك لما تبقى مش ماشيه كويس، وازاي تدعم في الوقت اللي تحتاج فيه الفرقه نوع من المسانده. اي لعيب في سكواد النادي الاهلي، اي لعيب في سكواد النادي الاهلي الاساسي اللي حقق الثلاثيه السنه اللي فاتت وكانوا اخر فريق فنش السيزون، انهى السيزون الاخير، لعب على الاقل 10 ماتشات زياده عن كل الفرقه المصريه. يعني خدوا بال حضراتكم، الاهلي هو الوحيد اللي مكمل فيه دوري الابطال، يعني الزمالك خرج من دور المجموعات، وبالتالي انت لعبت ماتشين زياده، ده مبدئيا كده عن الزمالك اقرب حد ليك، لعبت ماتشين زياده في دور الثمانيه. سافرت كاس عالم لعبت فيه 3 ماتشات في منتهى القوه مع الدحيل ومع بايرن ومع بالميراس، فادي 3 على الاثنين، ادي 5 ماتشات تانيين. عندك يوم الجمعه اللي جايه ماتش سوبر افريقيا، ادي 6 مباراه انت لعبتها، ده غير المباريات اللي شارك فيها الدوليين مع منتخبات مصر. وبالتالي حجم المجهود في فريق هو اخر فريق انهى الموسم الاخير مجهود كبير جدا، وكان الله في عون يعني مدربين الاحمال والجهاز الطبي للنادي الاهلي اللي عليهم دايما ان هم يبقوا جاهزين لمواجهات دايما محليا او افريقيا. يعني خلينا نتفق انه حتى المواجهات المحليه اي فرقه بتنزل قدام النادي الاهلي ما يفرقش معاها ترتيبها، وما يفرقش معاها 3 نقط يزودوهم ايه او ينقصوهم ايه، وما يفرقش معاهم اي حاجه غير الشو، ما يفرقش معاهم غير ان هم يلعبوا احسن جيم طول السيزون قدام النادي الاهلي، ما يفرقش معاهم غير ان هم يبروزوا كورتهم ومجهودهم وفرقتهم قدام النادي الاهلي. وبالتالي كل مباراه النادي الاهلي بياخدها بتبقى مباراه من العيار الثقيل. اطمنكم ان شاء الله، وكريم هيكون معانا طبعا، زميلنا العزيز كريم احمد هيكون معانا من قطر كمان شويه من داخل ملعب المباراه عشان يطمنا على استعداد النادي الاهلي تمرينته الثانيه بقى استعدادا لمواجهه نهضه بركان. اقول لكم بس انه الفندق اللي بيقيم فيه النادي الاهلي ده فندق كبير جدا، واسمه فندق الشعله، والفندق ده بتنزل فيه يعني اكبر فرق اوروبا لما بتروح تعمل معسكرات او تلعب ماتشات في قطر بتنزل فيه في الفندق ده. هو جنب اكاديميه شهيره جدا، يعني المهتمين او المتابعين ممكن يبقوا عارفينها، اكاديميه اسمها اسباير، وما بيبعدش عن ملعب المباراه اكتر من 5 أو 10 دقائق بالكتير. هو اي حته هناك يعني مش هتبعد عن اي حته تانية اكتر من 5 أو 10 دقائق بالكتير. خليني اقول لكم برضو اطمنكم على حمدي، يعني واحد من اللاعبين الاساسيين اللي خسرناهم الحقيقه في الفتره الاخيره بسبب اصابته، يمكن كانت في مباراه مع منتخب مصر. حمدي كمان ان شاء الله يكون جاهز في الفتره اللي جايه، لعيب مهم جدا واضافه مهمه جدا لخط نص النادي الاهلي. عمليه التدوير تبقى سهله جدا في وجود حمدي، تقدر تريح لعيب، تريح السوليه، تريح ديانج، تدخل حمدي سنه بسنه. فحمدي عمل اشعه كنوع من الاطمئنان، طبعا هو ده رجع للتمرين بس كنوع من زياده الاطمئنان والتاكيد على حالته وانها الحمد لله بخير. عمل اشعه ثانيه وان شاء الله حمدي يكون راجع قريب. طيب نروح لكريم بما انه جاهز معانا، نتعرف منه على
ملامح استعداد النادي الاهلي في تاني ايامه لمواجهه نهضه بركان، ونطمن منه كمان على علي معلول وعلى ايمن اشرف. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك طبعا زميلي العزيز احمد، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بيك، خلينا نطمن على تاني ايام استعدادات النادي الاهلي. الحاله المعنويه تهمني، يعني تنقل لي كده اللعيبه بتتكلم في ايه، شايفين المباراه بتاعت نهضه بركان ازاي، كلمني عن اجواء التمرين، وزي ما كنت بقول في بدايه كلامي كمان عايزين نطمن منك على حاله علي معلول ومدى جاهزيته، وايضا على البرنامج التاهيلي اللي تم وضعه لايمن اشرف. يعني هبدأ معاك في البداية زميلي أحمد طبعا بالحالة المعنوية ومدى تركيز لعيبة النادي الأهلي لمباراة نهضة بركان السوبر الأفريقي. أكيد الإصرار موجود والعزيمة موجودة والمعنويات مرتفعة بشكل كبير جدا لعيبة النادي الأهلي، الكل بيتكلم طبعا على هذه المباراة وعن أيضا كمان الجمهور النادي الأهلي اللي منتظر بطولات عديدة تدخل لإدارة بطولات النادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي مركزة وعارفة قيمة هذه المباراة وعارفة قيمة أيضا هذه البطولة، فيمكن خلاص النقطة دي مهمة جدا نتكلم عليها، كل اللعيبة وكل اللعيبة الكبار الصغار كل بيتكلم على أهمية هذه المباراة. النهارده كمان زميلي احمد احنا متواجدين في ملعب جامعه قطر اللي بيستقبل التدريب الثاني للنادي الاهلي، لكن التدريب النهارده هيكون في اختلاف اكيد. النهارده جرعه تدريبيه قويه كامله لكل اللاعبين، هنشوف النهارده كل الجمل التكتيكيه ومدى تنفيذها والخططيه اللي بيحاول مستر بيتسو موسيماني التاكيد عليها من اليوم حتى يوم الخميس ان شاء الله، وهو قبل المباراه بيوم على ان يكون ان شاء الله يوم الجمعه يوم المباراه، مناخ وظروف واجواء وكل الامور تكون من نصيب النادي الاهلي. اكثر من نقطه بالنسبه طبعا بقى للمصابين، الكل بيتكلم على ايمن اشرف وعلى علي معلول وعلى حمدي فتحي ومدى جاهزيه الثلاثي للمباراه. ابدا معاك بايمن اشرف، يمكن اكدنا اكتر من مره وقلنا ايمن اشرف الحقيقه بذل مجهود كبير جدا الفتره اللي فاتت من باك ليفت مساك يرجع تاني باك ليفت، المجهود كبير جدا على ايمن، ويمكن كمان اصراره الكبير وعزيمته بتبان في المباريات. التدخلات القويه اللي تعرض ليها الحقيقه ايمن في المباراه الاخيره يعني كان اثر كدمه بسيطه جدا، لكن بروحه الكبيره ايمن هيكون متواجد بكل جديه في المباراه مع مرور بالايام. الناس قالت ايمن مصاب وممكن ما يبقاش متواجد، لكن انا باكد لك ان ايمن ان شاء الله باذن الله ياخد التدريبات بكل جديه وبكل قوه يكون جاهز للمباراه. علي معلول كمان النهارده هياخد جرعه تدريبيه كامله ان شاء الله باذن الله، بعينينا بقى كده يعني بلغه الكره نطمن عليه في ارضيه الملعب، نشوف السبرنتات اخبارها ايه، الشوتنج بتاعه اخباره ايه، لكن طبيب النادي الاهلي احمد ابو علي بياكد على جاهزيه علي معلول ان شاء الله يتدرب على مرور الايام حتى موعد المباراه. حمدي فتحي كمان كان جاهز من مباراه سان داونز، جاهز بكل جديه، الالتحامات حتى كمان كنا بنركز عليها بشكل كبير، ان انت عارف يعني كان في تحفظ شويه على حمدي فتحي في الالتحامات، لكن الحقيقه الكل بيجتهد والكل عارف اهميه المباراه مهما كان الالم ومهما كانت الكدمات، هو هدف وحيد هو اسعاد جمهور النادي الاهلي، وده اللي كل اللعيبه الحقيقه بتتكلم عليه، ويمكن دي نقطه مهمه جدا، بيوصل الرساله للعيبه من الجمهور وبتوصل كمان رساله الجمهور من لعيبه النادي الاهلي، ده امر مهم جدا. النهارده ان شاء الله بنتمنى لعيبتنا تستفيد بكل جديه من تدريب اليوم، مستر بيتسو موسيماني كمان النهارده ان شاء الله يكون محضر بشكل كبير ويقدر يوصل معلوماته وفكره وتنفيذه لكل لعيبه النادي الاهلي، ويبقى التوفيق ان شاء الله زميلي احمد في مباراه يوم الجمعه باذن الله ان شاء الله. كريم، يعني بعيدا عن التمرين او التدريب الجماعي للفريق، وحتى لو مش عايز تذكر اسماء انت فاهمني طبعا، بس هل مستر بيتسو بيشتغل على بعض اللاعبين بشكل معين؟ هل في تدريبات او تجهيزات او تحضيرات فرديه لبعض اللاعبين في النادي الاهلي، ولا كله تمرين جماعي بيشمل جميع اللاعبين؟ يعني اقدر اقول لك زميلي احمد هقدر اقول لك برضو ان منتظرين تدريب اليوم، انت عارف تدريب الامس كان تدريب بسيط جدا، ما كانش فيه اي جرعات تدريبيه كامله، نقدر نشوف مستر بيتسو موسيماني بيحضر ازاي، بيتكلم مع اللاعبين بشكل فردي، بيحاول ان هو يطبق بعض الجمل اللي بيحاول ان هو طبعا يحضرها من خلال قراءاته الفنيه لمباراه نهضه بركان الماضيه، لكن النهارده ان شاء الله تدريب مهم جدا، هيبان كل الامور، هتبان حاله اللاعبين، هتبان كمان الاختلاف اللي ممكن يختلف بشكل كبير جدا عن تشكيل مباراه سان داونز. احنا شفنا مباراه سان داونز كان ليها اسلوبها وليها ظروفها، شفنا رامي ربيعه بيلعب في مكان غير مكانه، وشفنا صلاح محسن ياخد ادوار، لكن مباراه نهضة بركان اكيد هتكون مختلفه بشكل كبير من حيث التكتيك ومن حيث الاصرار ومن حيث العزيمه ومن حيث كمان المباراه بشكل عام ك 90 دقيقه. بس مباراه البطوله الافريقيه نقدر نعوض مباراه 90 دقيقه من مباراه 180 دقيقه، لكن هي مباراه وحيده مباراه السوبر الافريقي، فان شاء الله النهارده مع التدريب يكون مستر بيتسو موسيماني محضر بشكل كبير، وهيبان بقى الصوره كامله النهارده لمدى جاهزيه اللاعبين ومدى ايضا مستر بيتسو بيتكلم مع مين، بيتكلم معاه في ايه، الواجبات اللي ممكن ياخدها كل لاعب. ان شاء الله باذن الله تدريب اليوم يكون قوي لعيبه النادي الاهلي ويكون استفاده كبيره ان شاء الله زميلي احمد. الأجواء عندك والجماهير والاستعداد للمباراة أخبارها إيه؟ عرفنا طبعًا إنه في 30% من ساعة الاستاد هيسمح فيها بحضور جماهيري، أخبارنا عارف طبعًا جماهير الأهلي كانت موجودة ومشرفانا دايمًا في قطر في بطولة العالم للأندية، بس برضو ما يمنعش نسألك ونطمن منك.
بالتاكيد طبعا، يعني يمكن قلنا في اشتياق كبير جدا لجمهور النادي الاهلي ان هو يشوف لعيبه النادي الاهلي في مباراه كبيره زي السوبر الافريقي، لكن يعني حتى هذه اللحظه لم يتم تاكيد حضور الجماهير وطرح التذاكر والامور دي. اكيد طبعا يمكن الكاف قدم طلب الى دوله قطر طبعا للتنظيم المباراه وايضا كمان حضور الجماهير، والاختيار 30% ده يمكن نقدر نقول شفهي حتى هذه اللحظه زميلي احمد، لكن تاكيد يعني حضور الجماهير وطبع التذاكر الامر ده لم يحسم بعد، لكن بنامل اكيد ان يكون في جمهور متواجد حتى لو عدد قليل. انت عارف جمهور النادي الاهلي في اي استاد بيكون لي بصمه كبيره حتى لو عدد قليل، لكن بيوصل روحه ونداءاته وهتافاته لعيبه النادي الاهلي، لكن منتظرين بس القرار الرسمي زميلي احمد من طبعا دوله قطر من الاتحاد الكاف بالتنسيق طبعا مع الاتحاد القطري هنا، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله املنا كبير جدا يكون جمهور النادي الاهلي متواجد في استاد جاسم بن محمد اللي هيستقبل هذه المباراه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، ويمكن في متابعتنا معاك بكره ان شاء الله يكون اكتمل التدريب وعرفنا منك تفاصيل اكتر. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز كريم احمد، وطبعا احنا على مدار الحلقه مستمرين، اي تطورات اي جديد تحب تعرفه لجماهير النادي الاهلي في انتظارك انت تبعته لنا، واحنا طبعا هنتكلم فيه على الهواء مباشره. تعالوا نقرا بقى وجهه نظر يمكن نهضه بركان لمواجهه النادي الاهلي اللي استشفناها من تصريحات المدير الفني خوان بيدرو بن علي، المدير الفني الاسباني لفريق نهضه بركان، واللي اول تصريحاته قال فيها نحن لا نخشى الاهلي، وإذا كان في تخوف من فريق بحجم النادي الأهلي ندرك تماما، الراجل بيقول كده يعني ندرك تماما إنه فريق كبير وصاحب تاريخ طويل وعريض جدا، لكن لو إحنا خايفين يبقى من الأفضل لينا إن إحنا نفضل في المغرب. كلام محترم جدا ووجهة نظر بالتأكيد، الراجل عنده طموح وهو طموح مشروع، حتى وإن كان مدرك إن في فوارق هائلة بينه وبين النادي الأهلي سواء من حيث البطولات أو من حيث التأخير أو من حيث يعني مستوى اللاعبين. يعني يمكن انا يعني وهنقدم لحضراتكم وهتشوفوا وتتابعوا، يعني طبعا فريق نهضة بركان عنده 3 محترفين، عنده اسمين اعتقد يمكن يكونوا من الاسماء اللي الى حد كبير لعيبه ليها وزنها، يعني محسن ياجور طبعا ونمساوي، وان كان الحقيقه يمكن واحده من الحاجات برضو اللي تريحنا شويه انه متوسط الاعمار في نهضة بركان كبير شويه ويمكن تعكس ده كمان ارقامه، لكن الراجل بيقول ان هو رايح ينافس وانه في النهايه المباراه بين 11 راجل في الملعب و11 راجل في الملعب وهو جاي ينافس الأهلي على البطولة. طيب خلينا نسمع كمان أكتر من المغرب، وجهة النظر المغربية هيكون معنا الأستاذ حمزة شتاوي الصحفي بجريدة هاس بريس المغربية هيكون معنا في السادسة. بداية طبعا برحب بيك وعلى شاشة الأهلي في السادسة، وخليني أدخل معك في الموضوع واسالك كده عن المقدمات المغربيه لمواجهه سوبر افريقيا اللي هتجمع بين النادي الاهلي ونادي نهضه بركان، وازاي في المغرب بتشوفوا اللقاء. اهلا بك زميلي احمد، اهلا كذلك بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي المصري. اكيد لا حديث في الاوساط الرياضيه المغربيه وكذلك المصريه في الساعات الحاليه الا عن المباراه الكبيره، مباراه السوبر الافريقي هناك في الدوحة القطرية بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية وكذلك نهضة بركان. كما تفضلت أكيد فريق نهضة بركان صحيح على أنه في السنوات أو في هذا الموسم المباريات الماضية نهضة بركان غير ليس هو نهضة بركان الموسم الماضي والموسم قبل الماضي، بركان الذي فاز بلقب الكونفدرالية. الأمور اختلفت كثيرا هذا الموسم، الفريق يعاني الأمرين داخل الدوري الاحترافي المغربي، تغيير كذلك على الإدارة التقنية بإقالة طارق السكيتيوي وتعويضه بالمدرب بيدرو بن علي، كلها عوامل ستؤثر دون أدنى شك عن فريق نهضة بركان. لكن هناك معطى إيجابي وإيجابي جدا هو أن فريق نهضة بركان يعلم جيدا أنه فرصة الموسم وفرصة العمر له هذا الموسم من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا يخرج بخفي حنين، يخرج خالي الوفاض هذا الموسم. فريق نهضة بركان بعد الخروج المرير من دور المجموعات من الكونفدرالية أعتقد أنه تعبئة كبيرة وكبيرة جدا من إدارة النادي من المكتب المدير. أنا يهمني أسمع من حضرتك يعني وجهة نظر، يعني بعد التألق في بطولة الكونفدرالية على وجه التحديد، أنا مش بس بتكلم على مستوى البطولات المحلية، لكن نهضة بركان كان حاضر جدا في بطولة الكونفدرالية، من وجهة نظرك إيه أسباب التراجع الشديد جدا في مستوى نهضة بركان الموسم الحالي؟
اعتقد اولا نهضة بركان الموسم الحالي هو المشكله الاول والمشكله المطروح هو انه بات من اللازم ان يغير الفريق الكثير من جلده في النقاط المقبل. معدل اعمار اللاعبين قد يكون من اكبر الفرق المغربيه اللي عندها معدل اعمار اللاعبين كبير جدا. نتحدث عن الهداف محسن ياجور 37 سنه، بكر الهلال 36 سنه، عمر النمساوي 33، زكريا حدراف 32 سنه، الحارس كذلك زهير العروبي. فنهايه جيل، فهذا الجيل سيواجه فريق الاهلي بمعنويات اعتبرها مرتفعه جدا. لماذا؟ لانه ان تكون نهايتك مع هذا النادي بتتويج بكاس السوبر وعلى حساب من؟ على حساب الاهلي المصري، فهذا معطى نفسي كبير جدا. وفي الاخير كما تفضلت انت بدايه، المباراه ستلعب 11 لاعب امام 11 لاعب، صحيح أكيد. الاهلي المصري فريق كبير جدا، فريق بالتخصص، عنده المدرب مميز جدا للجنوب افريقي الموسيماني، فكلها معطيات. لكن حتى الاهلي يعاني الامرين، نعلم جيدا ونتابع الاهلي في الدوري المحلي لانه عنده بعض المشاكل على مستوى الخط الدفاعي، كذلك الاهلي يعاني من بعض المشاكل، بعض اللاعبين تراجع مستواهم في المباريات الماضيه، لكن رغم ذلك الفريق القاهري الكبير استطاع ان يتواجد في المربع الذهبي لدوري الابطال وامام فرق كبيره. فاعتقد زميلي احمد وانت خير العارفين انه هي لدينا المجموعه من المعطيات، لدينا مجموعه من الامور. طب يهمني اسمع برضه وجهه نظرك، يعني هل بتشوف انه تولي خوان بيدرو بن علي مسؤوليته كمدير فني للفريق، هل تقييمك ليه مع تولي المسؤوليه؟ يعني انا متابع طبعا ارقام نهضه بركان في الدوري المغربي، عنده مشاكل على مستوى التهديف، عنده مشاكل على مستوى استقبال الاهداف، بيعاني في معظم مبارياته. هل بتشوف انه خوان بيدرو في الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه قدر على الاقل انه يعالج جزء من العيوب اللي ادت لتراجع المستوى؟ وهل بتشوف انه قدراته الفنيه تسمح له بقياده الفريق في مباراه مهمه جدا زي مباراه سوبر افريقيا امام النادي الاهلي؟ اكيد بيدرو بن علي ليست له تجربه افريقيه كبيره حتى نكون صرحاء مع انفسنا، فاول مباراه قاريه له لعبها مع نهضه بركان عندما تولى مهمه قياده الفريق، نتائجه مع الفريق لا تبشر حتى نكون واقعيين، ندع لغه الارقام هي التي تتحدث، ارقام ضعيفه جدا، والنتائج التي حققها في الدوري الاحترافي مع الفريق البركاني لا ترضي الانصار. لكن اعتقد انه المدرب من خلال تصريحاته، من خلال تحضيره، اتجه الى الجانب الذهني وتعبئه اللاعبين ذهنيا من اجل الذهاب، من اجل ربما احداث المفاجاه ان صح التعبير، لانه البركاني يعاني هذا الموسم كثيرا امام احداث المفاجاه امام فريق الاهلي المصري. لكن صدقني عزيزي احمد، والذي يجب ان تعلمه الجماهير الاهلي والجماهير العربيه التي ستتابع المباراه بعين محايده، هو انه المباريات النهائيه تدوب فيها الفوارق توضع جانبا. صحيح الاهلي مرشح ربما على الورق، لكن نهضه بركان سيذهب سيقاتل، عنده كذلك لاعبين بتجربه كبيره، نتحدث عن محسن ياجور هداف المسابقات القاريه اللي حقق رقم قياسي كان مكتوب باسم حمزه اسمح لي، اذا يعني من وجهه نظرك اذا استطاع الاهلي تحجيم محسن ياجور، واعتقد كمان واحده من مميزات اللي الاهلي بيتمتع بيها في مباراه زي دي وجود لاعب بقوه وبامكانيات بدر بانون، وبالتاكيد بدر لعب اثناء وجوده في الرجاء المغربي مع نهضه بركان، عارف اسلوب اللاعبين، عارف ازاي يتعامل معاهم. هل بتتوقع انه وجود بدر مع قدره الاهلي على تحجيم محسن ياجور مثلا، هل بتشوف حد تاني ممكن يمثل خطوره على النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ صحيح، انا اخي احمد يعني بكل صراحه يعني احاول ان امر مرور الكرام على بعض الامور، سواء نقاط ضعف او نقاط قوه نهضه بركان، حفاظا على ربما سريه الفريق، يعني بكل صراحه نكون صرحاء مع انفسنا. لكن تقييد ربما محسن ياجور الهداف الكبير الذي القادر على تسجيل من نصف فرصه، اعتقد ليس هو تقييد الفريق ككل. فالفريق البركاني عنده لاعبين القادمين من الخلف، لاعبين سجلوا اهداف كثيره، لاعب كذلك عنده عمر النمساوي اللي مميز في الكرات الثابته. صحيح. سواء في العرضيات او الكرات المباشره، عنده كذلك الجميل ربما في نهضه بركان هو انه بيدرو بن علي عليه، واقول لك رساله عبر قناه الاهلي، عليه ان يستثمر في خبره لاعبيه امام فريق مجرب كالاهلي المصري، عليه ان يستثمر في هذه الخبره القاريه التي يتوفر عليها تقريبا 60% من لاعبي الاهلي. واقول للاعبي نهضه بركان من هذا المنبر الجميل، اقول لهم انتم امام فرصه تاريخيه، وفريق الاهلي مع احترامنا للفريق القاهري الكبير الذي يعتبر ربما بعبع القاره السمراء، لكن
مع لاعبين بتبركات امامهم فرصه، والفرصه لا تاتي دائما، لهذا تتويجهم بالسوبر الافريقي قد يصالحهم مع الجماهير بشكل كبير وكبير جدا، وكذلك قد نشاهد كذلك تحفيزات ماليه كبيره من اداره نهضه بركان، الفريق فريق رئيس الجامعه الملكيه المغربيه فوزي الاقجع. وما نتمناه صدقا مع الاخوه المصريين اللي تجمعنا بهم علاقات ود ومحبه كبيره وكبيره جدا. زميلي العزيز حمزه شتيوي صحفي بجريده اسبريس المغربيه، انا بشكرك بدايه طبعا على التواصل معنا، وده الطبيعي، كل حد وكل لاعب وكل فريق بيقابل النادي الاهلي بيبص للقاء على انه فرصه لاثبات الذات، فرصه لتحقيق حلم وانتصار، بيكون مشرف بشكل كبير جدا ايا كانت المسابقه او ايا كانت الفوارق، ده امر اتعود عليه لعيبه النادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله الفاصل بيننا وبين المباراه 3 ايام ونعلن بعدها ان شاء الله النتيجه، ويكون الاهلي فايز بكاس 7 من سوبر افريقيا. سريعا جدا اقول لحضراتكم بس انه زياده على مؤجلات الاهلي، انتوا عارفين حضراتكم طبعا بسبب مشاركات الاهلي المتعدده في عدد من البطولات الافريقيه والعالميه، كان عندنا عدد من الماتشات المتاجله، زاد عليهم كمان، انا طبعا ما عنديش وقت عشان اتكلم في موضوع المؤجلات ده، لكن الحقيقه علامه استفهام كبيره جدا في موسم اوريدي مضغوط ضغطه ما حدش عارف ازاي ممكن يتعامل معاها. اتحاد الكوره او لجنه المسابقات بالتحديد قررت تحرك ماتشين للاهلي وماتشين لبيراميدز، طبعا الفرقتين تاهلوا الحمد لله لقبل نهائي دوري ابطال قبل نهائي كونفدراليه. الاهلي اتاجل له ماتش مع البنك الاهلي، كان مفترض ان المباراه دي هتتلعب في الجوله 25 يوم 1 يونيو على استاد الاهلي والسلام، وماتش الاهلي مع اسوان في الجوله 17 اللي ما بتحصلش، انت يعني دي بالدور الاول على فكره المواجهه دي متاجله. المقرر اقامتها باسوان كان مفترض تتلعب 7 يونيو كمان، دي هتتاجل، وفي ماتشين كمان لبيراميدز، واحد مع المقاولين وواحد مع البنك الاهلي، كانوا هيتلعبوا 27 مايو و6 يونيو على التوالي، كل الماتشات دي اتاجلت. نرجع بقى نفتح الورق ونبص كده بالورق والقلم ونقرا الارقام ونشوف الدلالات المرتبطه بموسم اقل من المتواضع الحقيقه لنهضه بركان، ونشوف هل من الممكن ده يكون مؤثر، هل من ممكن ان احنا نستغل نقاط الضعف، هل من الممكن ان الاهلي يلعب على تراجع مستوى نهضه بركان اللي بشوفه حتى وهو في احسن حالاته مش بالند اللي ممكن يرهق او يتعب النادي الاهلي في الحصول على النسخة 7 في دولاب بطولات النادي الأهلي من سوبر إفريقيا. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. طيب زي ما اتفقنا من الأول، لو جينا نبص لنهضة بركان أو نقيم نهضة بركان وهو بطل الكونفدرالية، كل الاحترام والتقدير ليه، لكن لو جينا نبص لأرقامه ونقيم أدائه الموسم ده هنلاقي أنه فريق متواضع جدا. ترتيبه في جدول الدوري المغربي وصل تقريبا للسابع، أو يمكن حتى الزملاء بيبلغوني أنه الأبديت وصل أنه بقى ترتيبه التاسع. قدراته التهديفية في البطولة متواضعة جدا، الفريق أحرز 18 هدف واستقبلت شباكه 20 هدف، وده يقول لك انه نهضة بركان اللي هتقابله أو اللي هتلعب معاه في سوبر إفريقيا، طبعا لكل بطولة ظروفها ده مفهوم، ولما بيبقى في عند فريق موسم سيء ويبقى قدامه فرصة في مباراة كبيرة جدا هيظهر فيها قدام النادي الأهلي نادي القرن، نادي محقق بطولة دوري الأبطال الأول ومحقق برونزية عالم، بيبقى طموح ده في حد ذاته بيتهيألي بيخلق دافع كبير جدا عند الفريق انه يقدم مباراه العمر، خصوصا يمكن زي ما كان زميل العزيز الصحفي المغربي حمزه الشيوي كان بيتكلم انه معظم اللاعبين، ودي واحده من المشاكل اللي ادت لتراجع مستوى نهضه بركان، انه واحده من المشاكل المهمه جدا هي ارتفاع معدل اعمار اللعيبه، وبالتالي اللعيبه دي تقريبا يعني اغلبهم ممكن يكون ده ليه اخر سيزون، مش بس مع نهضه بركان، اخر سيزون في الملاعب، يعني نتكلم على فريق متوسط اعماره 34 سنة، يعني متوسط أعمار كبير جدا، وبالتالي ممكن دي تكون آخر لقطة مضيئة في مشواره، آخر بطولة ممكن يحققها يختم بيها حياته داخل ملاعب كرة القدم، وبالتالي ده في حد ذاته ممكن يكون دافع كبير جدا للعيبة إنها تطلع أفضل ما عندها. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده معدل أعمار لاعبي نهضة بركان، يعني بنتكلم في زهير العروبي 36 سنة، دايو 29، حمزة العراقي 23 سنة، طبعا إسماعيل مقدم 25، عمر نمساوي واحد من اللعيبه اللي هنتكلم عليها بالتفصيل النهارده، لعيب خطير جدا ومؤثر جدا بالذات في الكرات الثابته، عنده 30 سنه بس اعتقد انه نمساوي 33 مش 30 سنه، عزيز 36 سنه، فرحان 25، وبكر الهلالي 33 سنه.
ياجور تقريبا داخل في 36 او 37 سنه، بقيه اللعيبه تقريبا اغلبهم ثلاثينات. عندنا محسن ياجور 35، امين الكاس 32، يعني بنتكلم في متوسط اعمار تقريبا متخطي حاجز ال 30 سنه، وده بالتاكيد بيأثر بشكل ما على اداء اللاعبين وعلى الناحيه البدنيه عندهم. لكن دي كلها مؤشرات او معطيات ملهاش علاقه بالقدره على حسم البطوله من عدمه. يعني في النهايه زي ما قلت لحضراتكم، ال 11 اللي حالتهم افضل، ال 11 اللي مستوى تركيزهم اعلى، ال 11 اللي هياخدوا 90 دقيقه بمنتهى الجديه هم الاقدر على حسم البطوله. انسى لون التيشيرت، انسى اسم النادي، انسى اسماء اللاعبين، انسى التاريخ وانسى الجغرافيا. هركز مع حضراتكم على خمس لاعبين مؤثرين ومهمين جدا في فرقه نهضه بركان، بيتقدمهم الحقيقه محسن ياجور. لان خلينا نبتدي بحمدي العشير. حمدي العشير لعب عدد المباريات اللي شارك فيها 14 مباراه في السيزون، لعب اساسي منهم 10 ماتشات، معدل الاهداف المتوقع تقريبا هدف واحد، والاهداف اللي اتحققت هدف واحد برضه. صناعه الفرص عنده قدره على صناعه الاسيست بشكل كبير، 8 فرص قدر يصنعهم. قدرته على المراوغه 32 محاوله منهم 20 مراوغه صحيحه. قدرته على التمرير ضعيفه نوعا ما، تمريرات عددها 273 منها 179 تمريره صحيحه بنسبه دقه 66%. الالتحامات الهوائيه ضعيف جدا فيها، قدر يعمل 74 التحام، فاز تقريبا ب 25 منهم، يعني بنتكلم في نسبه 30%. زكريا حدرف الحقيقه لعب من 11 مباراه شارك في سبعه، لعب 11 مباراه شارك في سبعه فيهم اساسي، قدر يصنع 9 فرص. التمريرات الصحيحه بالنسبه له 172 تمريره منهم 119 تمريره صحيحه بدقه تمرير 69%، وده برده معدل يمكن يكون اقل من المتوسط بحاجه بسيطه، لكن عدد العرضيات اللي لعبها في عدد الماتشات اللي اتكلمنا مع حضراتكم فيه 27 عرضيه يقول انه النهضه بيلعب بشكل كبير جدا او بيعتمد بشكل كبير جدا على الكرات الثابته اولا والعرضيات ثانيا. الكرات الثابته بشكل عام يعني والعرضيات بشكل خاص. اسماعيل مقدم الحقيقه لعب اغلب الماتشات اللي لعبها السنه دي في مع نهضه بركان، من 14 مباراه لعبهم شارك في 13 فيهم 13 مباراه بشكل اساسي. تمريراته يمكن يكون اكثر واعلى لاعبي نهضه بركان من حيث التمريرات، 637 تمريره ب 509 تمريره صحيحه، ويمكن يكون اعلى معدل بين اللاعبين الفريق من ناحيه دقه التمريرات 80%. التمريرات الطوليه بتاعته 61 تمريره طويله في 14 مباراه، يعني بتتكلم تقريبا في حدود اربع تمريرات او خمس تمريرات في كل مباراه تمريره طويله. قدرته على الالتحامات الهوائيه كويسه جدا، عنده 89 التحام هوائي منهم 53 التحام سليم، قطع التمريرات 104 تمريره واستخلاص الكره 129. مدافع من ارقامه نقدر نقول عليه انه مدافع جيد جدا، مدافع محترم. عمر نمساوي، ويمكن عمر مش بس لاعب مميز لكنه كمان قائد مميز لفريق نهضه بركان. لعب من 14 مباراه 11 منهم كان فيهم اساسي، صنع هدف واحد او احرز هدف واحد وصنع اربع اهداف. التمريرات بتاعت عمر نمساوي 646 تمريره منهم 492 تمريره صحيحه بنسبه دقه تمرير 76%. اما بالنسبه للتمريرات الطوليه ف 26 تمريره، والعرضيات معدلها لعب 24 تمرير عرضيه بمعدل 1.8، يظل واحد من اهم لاعبي نهضه بركان بصرف النظر عن ارقامه، ويظل الحقيقه واحد من اهم قاده الفريق. عمر نمساوي الحقيقه من اللعيبه اللي ليها شخصيه وتقدر تحرك الفريق وتقدر تلم فرقتها في الوقت اللي ممكن يكون فيه الفريق محتاج يقف على رجله. زيد كاروش، وهو الحقيقه يمكن اقل اللاعبين مشاركه في المباريات بتاعت نهضه بركان الموسم الحالي، لعب 8 ماتشات، 5 منهم بدا المباراه او المباريات بشكل اساسي، سجل هدف وحيد وصنع 5 فرص. التمريرات معدل يمكن مقارنه حتى بعدد الماتشات يعتبر قليل نسبيا، 160 تمريره منهم 124 تمريره صحيحه بنسبه دقه 78%. التصويبات على المرمى
سبعة منهم أربع تصويبات بين الثلاث خشبات، والتمريرات البينية ستة منهم ثلاث تمريرات صحيحة. دي أرقام الحقيقة يمكن نقول يمكن أهم أو أبرز اللاعبين باستثناء محسن يجول، لأنه محسن الحقيقة هياخد مننا وقت، يمكن الفترة الأخيرة ما كانش بيبتدي دايما عشان معدل السن يمكن والناحية البدنية ما كانش بيبتدي أساسي، لكن يظل واحد من أهم مصادر الخطورة في فرقة نهضة بركان. هنتكلم بالتفصيل عن أرقام الفريق، عن خطط اللي لعب بيها، عن الجمل اللي بيركزوا عليها. هنحاول نركز ونعرض لحضراتكم أهم مواطن القوة، مواطن الضعف. هنتكلم على الإدارة الفنية، المدير الفني خوان بيدرو بن علي وتوليه المسؤولية، وإيه أهم البصمات، طموحه إزاي ممكن يكون بيفكر يلعب قدام النادي الأهلي. كل ده في السادسة لكن بعد الفاصل. مرة تانية أهلا بحضراتكم. اللي هتشوفوه في السادسة دلوقتي بيعمله مستر بيتسو موسيماني، يعني مستر بيتسو موسيماني بيجيب الجهاز الفني، يجيب مدرب الأحمال، يجيب محلل الأداء، يجيب المدربين المساعدين، ويقعدوا كده يحضروا لكل مباراة، خصوصا لما تكون مباراة مهمة بحجم نهائي السوبر الأفريقي، ويشوفوا شكل الفريق اللي بيتعاملوا معاه، أرقامه إيه، مواطن القوة، مواطن الضعف، وبناء عليها بيحط مستر بيتسو موسيماني تصوره إزاي الأهلي هيلعب المباراة. إحنا بنقدم لحضراتكم نسخة السادسة بقى. النهاردة هنتكلم على نهضة بركان، أرقام، معدلات الأداء، شكل وطريقة اللعب، طريقة تفكير مدير الفني لنهضة بركان خوان بيدرو بن علي، مواطن القوة، مواطن الضعف في الفريق، واللي ممكن النادي الأهلي إنه يستغلها سواء فيما يتعلق بالقوة إزاي نوقفها، أو مناطق الضعف إزاي نستغلها. وما دمنا بنتكلم على ارقام وتحليل اداء ومعدلات اداء، يبقى لازم يشرفنا الحقيقه اتنين من الزملاء اللي انا بعتز دايما بوجودهم معانا في السادسه وبتشرف بوجودهم معايا. محلل اداء رقمي دكتور احمد ثابت. مساء الخير يا دكتور احمد، واهلا وسهلا بحضرتك معانا. مساء النور واهلا وسهلا بحضرتك. وبيشرفني كمان زميل عزيز كريم سعيد رئيس تحرير يلا كوره. اهلا بيك يا كريم، منور الدنيا. اهلا بيك يا احمد، ومساء الخير لكل مشاركات من الاهلي. قبل ما ندخل بس في الارقام والتفاصيل، يعني انا كنت بقول للجمهور في بدايه الحلقه انه الحلقه دي في ثلاث وجهات نظر بتشوفها. وجهه نظر الجمهور بيشوف انها مباراه سهله وبطوله مضمونه للنادي الاهلي ان شاء الله، هكذا نتمناها. وجهه نظر الجهاز الفني اللي بيشوف ان ماتشات خروج المغلوب او البطوله اللي بتحسم من مباراه واحده بتبقى في منتهى الصعوبه وملهاش حسابات وبتدوب فيها الفوارق. ووجهه نظر اللعيبه اللي في النهايه بتشوف المباراه دي مستوى معين من الجديه ومستوى معين من الاداء ومستوى معين من التركيز طول 90 دقيقه، مباراه بين 11 راجل في الملعب و11 راجل في الملعب، انتوا بتشوفوها ازاي؟ ابتدي الدكتور احمد اتفضل. انا بشوفها طبعا بطوله، يعني مباراه من بطوله من مباراه، يعني حاجه مهمه جدا ان انت تزود دايما عدد بطولاتك، خاصه البطولات اللي يعني اللي بتبقى من مباراه واحده دي بتبقى مهمه جدا. يعني بتكسب بطولات. النهارده عدد البطولات القاريه بتاع النادي الاهلي 21 بطوله قاريه. النهارده لو اخذت البطوله دي ان شاء الله هتبقى 22 فرق اربع، بتقرب اكتر من ريال مدريد اللي هو الاكتر على مستوى العالم. ريال مدريد واخد 26 بطوله، النادي الاهلي ان شاء الله لو اخدها يبقى 22. تحتك بوكا جونيور بتزود الفارق، بوكا جونيور والميلان 18، الميلان اللي رجع خلاص لدوري ابطال اوروبا تاني بقى 18، وبالتالي دي بطوله مهمه جدا. الحاجه الثانيه برضو بتزود عدد بطولاتك في السوبر الافريقي، انت ست مرات، المره دي هتبقى السبعه، تحتك الزمالك اربعه، فبتزود الفارق معاه اكتر. بالتالي انا دايما انت الفريق الوحيد دكتور احمد اللي خدت السوبر ده مرتين متتاليتين. مرتين صح. يعني مفيش حد عمل الانجاز ده اعتقد. في فريق واحد انيان بعتقد 2004 2005 خد البطوله مره واحده مرتين. او مرتين متتاليتين، بس مره واحده انت عملت ده مرتين قبل كده. وخلي بال حضرتك برضو ان احنا كنا وصيف مرتين، يعني مره سنه 94 ومره 2015. يعني البطوله اللي بتبقى من مباراه واحده دي بتبقى مهمه جدا جدا جدا، وبتزود عدد البطولات القاريه، وان شاء الله ان شاء الله تكون من نصيبنا باذن الله. يعني باذن الله. كريم طبعا بص يا احمد، المباريات اللي هي البطوليه من مباراه واحده دي بتبقى صعبه جدا. ليه؟ ما انت ما بتقفش على مستوى الفريق كسيزن. صعب. انت بتتكلم على ان اللعيبه ممكن مثلا زي مثلا اللي معانا نهضه بركان. نهضه بركان السنه دي فريق مختلف تماما عن الفريق اللي احنا شفنا نسخته قدام بيراميد، والفريق كمان اللي احنا شفنا نسخته قدام نادي الزمالك. الفرقه رغم ان الفريق محافظ على 80% قوام من القوام الرئيسي له، لكن انا مشكلتي في الماتشات دي ان اللعيبه اللي بينزلوا قدامنا قدام النادي الاهلي بيبقوا عارفين ان العالم العربي والعالم الافريقي كله ودوله كبيره زي دوله مصر مهتمه بالمباراه دي، فبينزلوا باقصى جهد عندهم. نهضه بركان النهارده ربما يكون في المركز التاسع في الدوري، مقدم موسم سيء جدا، لا تتخيل كم هائل من المشاكل الاداريه اللي بتضرب الفريق للدرجه، طبعا هنتكلم عليها، طبعا للدرجه اللي خلت لاعب زي محسن ياجور يتم توقيع غرامه عليه اكبر غرامه في تاريخ النادي.
بنتكلم 35,000 دولار، يعني حوالي مليون جنيه، نص مليون جنيه مصري. وحصلت مشاكل، وحتى هو في المباراه الاخيره كان في كذا مباراه قاعد على الدكه ما لعبش اساسي. أيوة. فلكن انت تتخيل كل الظروف دي ما اقدرش انا احطها في الحسبان في ماتش يوم الجمعه. ماتش يوم الجمعه ده سيناريو تاني خالص، حاجه تانية خالص. اللعيبه كمان هناك في النهضه كان زي ما اتفضلت قلت في الانترو اعمارهم كبيره، فدي اخر فرصه ليهم، عايزين يسطروا تاريخ ليهم. محسن ياجور نفسه عنده ارقام قياسيه نفسه يطورها، وحتى برضو زهير العروبي حارس المرمى برضو عنده بعض الارقام القياسيه عايز يحققها. فبالتالي لازم نبص للمباراه دي انها مباراه لوحدها بعيدا عن موقف فريق نهضه بركان، وان شاء الله تكلل بالنجاح للنادي الاهلي في النهايه. طيب نبتدي الاول بتشكيل الفريق. تمام. يعني يمكن بما انه زي ما انتم تفضلتوا وقلتوا انه الفرقه، وحضرتكم عارفين الفرقه دي لعبت الزمالك في مناسبه قبل كده في الكونفدراليه برضو، والسيزون الاخير السيزون اللي هي اتوجت فيه ببطوله الكونفدراليه واجهت البيراميدز في النهائي وتغلبت عليه، فبالتالي يمكن تكون جماهير الكره في مصر عارفه بعض اللاعبين من فرقه طب. نهضه بركان طب. خلينا نشوف اخر تشكيل ليهم او ممكن يكون التشكيل المتوقع ليهم في مواجهه النادي الاهلي في مباراه يوم الجمعه. اتفضل دكتور. طبعا هو هناك احتمالين، يعني في احتمال اولا طريقه اللعب ممكن يلعب 5-3-2 5-3 طبعا في خط الدفاع بحيث ان هو يامن وهو لعبها في بعض المباريات. طبعًا. وممكن 4-3-2-1 برضه هيبقى فيه 3 ارتكاز، يعني المهم ان بيبقى فيه ليبرو مع الاثنين المساكين بيغطيهم. في حراسه المرمى زهير العروبي، وده قبل كده اخذ دوري ابطال افريقيا مع الوداد واخذ الكونفدراليه مع نهضه بركان، وبالتالي حارس عنده خبره 36 سنه عكس الحارس الثاني اللي هو حمزه اللي هو يعتبر حارس اللي هو كان الاساسي، ولكن نتيجه لكثره اخطائه بدا يعتمد على الحارس الخبره اللي هو زهير العروبي. نيجي للثلاثه المدافعين، دايو اللي هو من بوركينا فاسو ده مدافع مميز جدا في الالتحامات الهوائيه. اسماعيل المقدم اللي هو ناحيه الشمال 25 سنه، اسماعيل المقدم ده يعتبر من واحد من افضل المساكين في الفرقه دي، وحضرتك استعرضت ارقامه، مدافع محترم مميز جدا في الالتحامات، بيعتمدوا عليه جدا في تحضير الهجمه، خاصه ان هم اسلوب بناء الهجمه بتاعهم اسلوب اللعب المباشر، ان هم بيعملوا التمرير الطولي على طول للاثنين المهاجمين. فاسماعيل المقدم انا ما شفتوش في الملعب يا دكتور احمد، بس من ارقامه كده حسيته لعيب ستايل بدر شويه، يعني قريب شويه من اسلوب بدر او طريقه لعب بدر. سواء هو قريب بس طبعا مع الفارق بدر افضل كتير طبعًا. يعني نيجي برده ناحيه، انا بشبه دايما عشان اقرب الصوره للناس. يعني هو طبعا من ناحيه الالتحامات الهوائيه قوي في تحضير الهجمه برده كويس. حمزه الركراج يعني هو المدافع الايمن، عمر النمساوي الباك اليمين اللي هو بيسموه باك ظهير، يعني بيطير لقدام دايما وبيعمل العرضيات، وده كلنا عارفينه ان هو مميز جدا بالعرضيات ولعب الضربات الثابته. محمد عزيز الباك ليفت هو القائد وعنده 36 سنه. لما تبص على الاعمار في الظاهرين تحديدا 30 سنه و36 سنه اعمار كبيره، ودي لما نستعرضها في الحالات هنعرف المشاكل الدفاعيه اللي بتواجههم، رغم ان عمر النمساوي ده قوه هجوميه كبيره جدا. نيجي بعد كده للاعيب يعني الارتكاز، يعني لو عندنا مستر بيتسو ابتدى بطاهر و من الوارد يعني انه طاهر وصلاح او طاهر والشحات او طاهر والشحات ممكن يعني يستغلوا طبعا المساحات طبعًا الموجوده ورا عمر النمساوي ومحمد عزيز، يستغلوا فرق السن والعمر اعتقد برضو طبعًا في مصلحه عنده حاجة. مشكله كبيره قوي محمد عزيز ده في الارتداد وهنتكلم عليها دلوقتي. طبعًا. يعني ثغره واضحه جدا. نيجي بعد كده ليه محمد فرحان اللي هو لعيب الارتكاز الدفاعي، بكر الهلالي هو الارتكاز الثاني، وفي العربي ناجي. العربي ناجي ده احتمال يبدا لو استغنى عن حمزه الرجراجي اللي هو المساك اليمين ولعب ب 4-3-1-2 اللي هي الدايموند، هيبقى يدخل وينزل العربي ناجي ده برده عنده 30 سنه. بكر الهلالي برده 33 سنه. نيجي لزايد كروش اللي هو صانع الالعاب بتاعهم اللي هو رقم 10 والمميز بلعب الضربات الثابته ولسه جايب جون من حوالي ماتشين في ضربه ثابته. أيوه. نيجي للاثنين المهاجمين حمدي العشير وابراهيم البحراوي. ابراهيم البحراوي ده هداف الدوري المغربي السنه اللي فاتت وهم جابوه، عم يعتبر بالنسبه لهم صفقه كويسه. حمدي العشير هو هداف الفرقه في الدوري، هم الاثنين دول هم المهاجمين الاخطر عكس محسن ياجور. طبعا مهاجم برضو رجله دايما فعاله على النادي الاهلي، يعني سجل قبل كده في النادي الاهلي في اكتر من فرقه، ولكن محسن ياجور اعتقد ان هو هيكون ورقه رابحه في الشوط الثاني نظرا لكبر سنه ورصيد خبراته برضو ورصيد خبراته طبعا. اما ابراهيم البحراوي وحمدي العشير هم اثنين فراوده دايما بيعتمدوا في بناء الهجمه على التحضير اللعب المباشر، ان انا دايما من خلال اسماعيل المقدم وعمر النمساوي لازم نعمل ضغط عليهم، سواء اسماعيل المقدم او عمر النمساوي اهم اثنين في بناء الهجمه، دايما بيعملوا التمرير الطولي لابراهيم البحراوي وحمدي العشير عشان ابدا انزل الكوره اللي هي الكوره الثانيه. فدور النهارده دور مهم جدا للهجوم في عمليه الضغط العالي على اسماعيل المقدم، هم بيرتبكوا جدا بالضغط.
تمام. اسهل حاجه ان انت تضغط عليهم هتعمل تغلطهم. هتغلطهم أي. دي لكن طبعا عندهم زي ما قلنا عمر النمساوي مميز قوي 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 وهنتكلم عليه دلوقتي في الحالات الفنيه في لعب الضربات طيب. الثابته. قبل ما نيجي للحالات الفنيه خليني اروح لكريم اسالك على حاجه ممكن تبقى مش واضحه للجمهور. احنا تابعنا الفريق ده قبل كده وشفنا الكره اللي بيلعبها وكان فريق حتى لما كان معاهم لابا كوجا واحد من كان قدمه الافريقي واحد من المهاجمين الحقيقه المحترمين جدا كنا شايفين فريق متماسك وفريق قوي ورغم تواجد اغلب العناصر اللي كانت موجوده في نسخه نهضه بركان بطل الكونفدراليه في الفريق اللي احنا بنتكلم عليه النهارده الا انه الارقام ومعدلات الاداء ومستوى الفريق وترتيبه ضعيف جدا. ايه سبب التراجع من وجهه نظرك؟ برضو حتى فكره تقدم السن دي ما هي يعني مش موسم اللي يحصل فيه انه الكيرف ينهار كده بيحصل مره. شوف يا احمد ده اهم سؤال الناس بتساله على السوشيال ميديا ايه اللي خلى نهضه بركان اللي وصل فاينل كونفدراليه في سنتين ورا بعض السنه دي يخرج من دور المجموعات للكونفدراليه في احتل المركز الثالث يعني طبعا شبه القبائل هو اللي تصدر والقطن الكاميروني لكن في وجهه نظري القطن الكاميروني غير القطن الكاميروني النادي الاهلي لعب في فاينل 2008 فريق سهل جدا جدا ان انت تكسبه وتعديه كمان هو ياخد منك بطاقه الترشح ده كان امر صعب جدا على الفريق فعلا حتى برضه هم خسروا من كابسا يونايتد فريق يعني متواضع جدا جدا في افريقيا ملوش اسم كبير والخساره دي هي اللي ضيعت عليهم فرصه التاهل. ايه المشاكل اللي حصلت بكده في وجهه نظري؟ هم امرين. الامر الاول هو الامر الشق الاداري ان اداره نادي نهضه بركان واضح ان هي يعني شدت الحزام بشكل كبير جدا بعد ما كسبوا الكونفدراليه قدام بيراميدز ما بقاش فيه اي دعم للفريق مرتبات اللاعبين اتاخرت كتيره جدا 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 وحصل الموقف اللي انا قلت لك عليه ان هو بتاع محسن ياجور كان قبل مباراه في الدوري اجتمع بمجموعه من الجماهير نادي نهضه بركان وكانوا بيتكلموا في مشاكل الفريق فمحسن ياجور زي كده عارف الايه العاده اللي عندنا في مصر دلوقتي على كلوب هاوس في ممكن مسؤول يخش كلوب هاوس فيحس يعني ان هو ايه قاعد مع صحابه على القهوه فهوب راح قاعد يتكلم براحته فنفس الامر حصل مع محسن ياجور وبدا يتكلم وبدا ينتقد الاداره والكلام ده اتصور في فيديو وبعض من جماهير نهضه بركان حطت الفيديو على السوشيال ميديا وقد كان بعديها على طول نهضه بركان طلع بيان رسمي ضد محسن ياجور ووقع عليه الغرامه 35000 دولار اكبر غرامه على السوشيال ميديا صغيره كده بس يعني 35000 دولار في الوش كده لا يعني بالنسبه طبعا للنهضه بركان مبلغ كبير نص مليون جنيه على لعيب ده مبلغ والله كبير والله بالنسبه لاي حد يعني انت بتتكلم رقم يعني فحصلت المشكله دي ومحسن ياجور برده دفع ثمن الغلطه دي فنيا انه بعض المباريات حتى المباراه الاخيره اللي تعادلوا فيها سلبيا كان قاعد على الدكه وبدا حمدي العشير وبدا ابراهيم البحراوي تمام هما الجزء الثاني في وجهه نظري لا العامل السن عامل السن هو في مراكز مهمه في الملعب وخليني برضو نشرح حاجه للساده المشاهدين عشان احنا ما بنقولش ده التشكيل متوقع لنهضه بركان يوم الجمعه ولكن بنقول ده التشكيل الاخير اللي لعبوا بيه ولكن في وجهه نظري الشخصيه في بعض التغييرات هتحصل عليه اول تغيير هيحصل عليه نص الملعب صعب هتلاقي فرحاني والهلالي في نص الملعب الاثنين سنهم كبير في لعيب عندهم الان تراوري لعيب ورك ريت بتاعه عالي جدا 23 سنه صغير في السن جنسيته ايه اعتقد ان هو كيني بوركينا الان تراوري بوركيني واعتقد ان هو 23 سنه هيبقى واحد من ارتكاز نص ملعب نادي نهضه بركان عشان الورك ريت عنده عالي جدا جدا وبيقدر ان هو يغطي مساحات كبيره جدا النقطه الثانيه اللي لازم واخدين بالنا منها ان عمر النمساوي بتاع نادي الزمالك وبتاع بيراميدز مش هو بتاع دلوقتي ليه؟ لان النهارده معدل الجري بتاعه في طريق 3 4 3 غير معدل الجري بتاعه في 4 2 3 1 وهي الطريقه اللي في وجهه نظري الشخصيه ربما تكون الاقرب ليه؟ ان هو هنا في قدام النادي الاهلي اكيد هيحتاج يكون في اثنين في المناطق الفاضيه قدامنا دي على السكرين يغطوا مع الفول باكس اللي عندهم اللي احمد قال انا ما عنديش شك انه ارقام الخاصه بفرقه نهضه بركان هتبقى في خلفيه خوان بيدرو وهو بيفكر انه رايح يقابل نادي الاهلي طبعا. ومش بس بيقابل نادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا ده بيقابل نادي الاهلي اللي من ايام بسيطه جدا متاهل لقبل نهائي النسخه الجديده من دوري الابطال فبالتالي المباراه بالنسبه له تقيله جدا على قلبه صحيح. هيفكر فيها ازاي ممكن يلعب او يستغل ايه او يشتغل على ايه في لعيبته هكلم معاكم عن المدرب بتفاصيله بالفتره اللي تولى فيها بالمسؤوليه ببصماته بالطريقه اللي ممكن يفكر بيها
ازاي يواجه مستر موسيماني. بس خلينا نروح لفاصل سريع جدا ونرجع لكم مره ثانيه. مش خايفين من الاهلي وجايين عشان نحقق لقب البطوله، ده التصريح الاهم، هو تصريح مقبول وتصريح منطقي حتى وان كان من وجهه نظرنا مش واقعي، وكل الارقام وكل الاحصائيات وكل الخبراء والمحللين والمحللين بياكدوا طبعا فرص النادي الاهلي. نتكلم على الورق، ده قصه ثانيه، غير 90 دقيقه فرص النادي الاهلي طبعا هي الاكبر والارجح، لكن ده كلام خوان بيدرو المدير الفني لنهضه بركان اللي هنعرف حضراتكم عليه، واللي حتى مع توليه المسؤوليه ما قدرش انه يعني يحط البصمه او يقدم المردود اللي يخلي نهضه بركان يحاول على الاقل يرجع لشكله او مستوى ادائه الطبيعي اللي احنا شفناه منه في اخر موسمين. مره ثانيه برحب بحضراتكم. كريم، خلينا نبتدي مع خوان بيدرو، تعرفنا عليه كده، مدير فني اسباني تولى المسؤوليه بعد السكتاوي، و يمكن يعني حتى لما كنت بتكلم مع الزملاء في المغرب قالوا لي انه ما قدرش يقدم اوراق اعتماده بالشكل الكافي لجماهير نهضه بركان. هو طبعا خوان بيدرو اتعين في مارس الماضي خلفا لطارق السكتاوي اللي كان كسب معاهم الكونفدراليه السنه اللي فاتت قدام بيراميدز، كان الامانه كان عامل فرقه محترمه جدا جدا، كانوا بيلعبوا كوره حلوه وقدر ان هو يتوجهم بعد السنه بتاعه الكونفدراليه بتاعه الزمالك، يعني هم حتى في بطوله نادي الزمالك كسبها كانوا مقدمين مستوى جيد جدا، وكانت طبعا الاعمار اقل بكتير. خوان بيدرو بصراحه من ساعه طبعا كان مدير فني سابق لحسنيه اغادير وعدد من الانديه في المغرب، هو من ساعه ما جه ما قدرش بصراحه ان هو يحقق نتائج تقول ان انت فعلا عوضت الفتره الجيده لطارق يعني طارق السكتاوي. بصراحه في بدايته كان ارقامه جيده جدا، بنتكلم ان الراجل في 18 مارس اتعين، لعب 14 مباراه ما بين 10 في الدوري و 4 في الكونفدراليه، علما ان هم لعبوا في الدوري 18 اسبوع، فاز في 4 تعادل في 5 خسر في 5، يعني بنتكلم نسبه اقل من 50% في جايب الثقه دي كلها منين؟ لا يعني هو هو الراجل، لا بص هو طبعا الراجل بيتكلم عن عامل نفسه ان هو عارف كويس جدا ان ربما يوم الجمعه اذا حقق ان شاء الله باذن الله يعني نتيجه سلبيه هيلاقي نفسه مفيش مدرب هيقول لفرقته احنا رايحين نخسر، يعني طبيعي جدا انه على الاقل يشتغل على الناحيه النفسيه عشان يعوض ممكن الناحيه البدنيه وال صحيح. الفريق معاه احرز 11 هدف في 14 مباراه، وبالتالي المعدل اقل من هدف في المباراه الواحده، استقبلت شباكه 15 هدف في 14، يعني كل مباراه فيه هدف وزياده، وبالتالي بيبين لنا ان نينو البركان عنده بعض المشاكل في الدفاع وعنده بعض المشاكل في الهجوم، لكن تاني كل الارقام دي في مجموع موسم ملوش علاقه بان احنا هنلعب مباراه واحده طبعا الجمعه الجايه. خليني احاول اوصل مع حضراتكم للملعب بقى، يعني ال 90 دقيقه اللي احنا بنتكلم عليهم زي ما اتفقنا في النهايه 11 لاعب هيواجهوا 11 لاعب، ده ملوش علاقه باي مقدمات وملوش علاقه بتواريخ وملوش علاقه بارقام ومستويات اداء بيقدمها الفرقتين في موسم، والدروس كتير قوي التاريخ اداها لنا قبل كده. بس خلونا نحاول نقرا طريقه لعب نهضه بركان، نشوف مع دكتور احمد كده شويه حالات يعني يقربونا اكتر من طريقه واسلوب لعب نهضه بركان. طبعا اول حاجه فريق نهضه بركان طبعا هو التاسع في الدوري المغربي، زي ما قلت لحضرتك هو سهل جدا ان انت بتكلم للي ما يعرفوش هو اللي بيلبس البرتقالي الضغط العالي، عمليه الضغط العالي لما اتعمل عليهم ضغط عالي اهم حاجه ان انت تضغط عليهم ضغط عالي لانهم بيرتبكوا جدا وبيغلطوا، ادي المدافع بتاعهم هيطلع الكوره، طبعا هم ضاغطين فريق الفتح الرباطي ضاغط بواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، خمس لعيبه ده نص ملعب نهضه بركان. نكمل الصوره اللي بعدها على طول، هنلاقي بص الكوره اتقطعت، الكوره اتقطعت اهي منهم، هتروح للي هنا هيلعبها فين؟ نكمل الصوره اللي بعدها، بص حضرتك بص بقى الكره اتقطعت اهي تمام، بص المساحات الموجوده الهاف سبيس، مشكله نهضه بركان في انصاف المساحات ما بين المساك والباك، المساحه ديت اهم حاجه عشان تكسب نهضه بركان لازم تستغل المساحات دي. مهم جدا، بص الكره اتلعبت في المساحه عندهم طبعا زي ما قلت لحضرتك الباك اليمين والباك الشمال اعمارهم كبيره. فسهل ان انت تعمل تمرير طولي في خلفهم بالذات في انصاف المساحات اللي هي المساحات اللي بيتحرك فيها ممكن جونيور اجاي، ممكن الشحات، ممكن طاهر، ممكن صلاح محسن. يعني شفنا مثلا صلاح محسن في مباراه الزمالك ومباراه سان داونز قدر ان هو يستغل المساحه دي ويسجل. فتقدر ان انت تسجل من خلالها. نكمل الصوره اللي بعدها، وشريف برده يعني بيتهيألي شريف في الحاله دي ممكن يبقى ليه دور انه يوسع او ينزل، شريف دوره ان هو ياخد المدافعين معاه لتحت ويفضي المساحه اللي هي انصاف المساحات دي، شريف ده للاطراف. ده برده دخل اهو في المساحه الفاضيه وقدر ان هو يسجل هدف. الحاله اللي بعدها ده المشكله دي، اول مشكله المشكله اللي هي انصاف المساحات مهمه جدا ان انت تستغلها. المشكله الثانيه عندهم في الدفاع هي المساحات الموجوده ورا الباك الشمال محمد عزيز،
نبص على ده هدف برضو محمد عزيز تم اختراقه من الجبهة دي وتلعبت بالعرض وجات جون. إذن الجبهة دي مهم جدا ان احنا نستغلها، اللي هيبقى فيها ايا كان بقى حسين الشحات، طاهر محمد، طاهر محمد هاني لازم يعمل عملية الزيادة ويكمل في المساحات الموجودة ورا محمد عزيز. نبص برضو على الحالة اللي بعدها، بص محمد عزيز واقف وادي المساحة، ده دي مباراة الوداد المغربي اللي خلصت 4-0، اتلعب برضو من في ظهره للاعب الوداد نفس الكورة، محمد عزيز برضو واقف، محمد عزيز رقم 29. نكمل برضو الصورة اللي بعدها، بص حضرتك ده نفس اللعبة، محمد عزيز واقف فين؟ مغطي التسلل، نفس الكورة اتلعبت برضو في المساحة نفس، يعني ده دي فيها المشكلتين اللي اتكلمت عليها، غريبة جدا فيها. مشكلة انصاف المساحات، يعني ايه انصاف المساحات؟ يعني المساحة ما بين المساك والباك، اهي الهاف سبيس اللي هنا تمام، والحاجة التانية مشكلة الباك ليفت ان هو واقف مغطي التسلل، هي يعني فيها المشكلتين. دي كرة مش كرة ثابتة، واضح انها مش كرة ثابتة، لا مش كرة ثابتة، الكرة هي الكرة مع اللاعب ده، غريبة جدا البوزيشن اللي هو يعني اللي هو احنا بس بصراحة. عايزين نقف عند بقى الصورة دي يا احمد، ان هي دي النقطة اللي كنت بتكلم فيها لما كنا معانا الفورميشن. مشكلة نهضة البركان لما يلعب بثلاثة ورا هما المساحتين دول على الأطراف، لو خدنا بالنا هنلاقي منافس نهضة البركان في الحالة اللي معانا دي عمل استريتش للملعب، اللعيب الفول باك واخد طرف الملعب على الخط. نهضة البركان عشان الأعمار السنية عنده عالية صعب جدا جدا ان هما يفضلوا رايحين جايين من عند خط الملعب لغايه عمق الملعب، عشان كده لو خدنا بالنا مثلا على الناحيه الثانيه لو في اي لاعب طاير من الجبهه الاخرى، انت بتتكلم على كوره انفراد هتتلعب بكروس عرضي، عقبال انت ما تاخد قرار انك تحول نظرك وتحول جسمك وادائك من داخل الملعب عشان تمنع الكره العرضيه مش هتلحق، وبالتالي نقطه مهمه جدا لينا محتاجين ان احنا يبقى الاطراف والفول باكس، لازم الفول باكس عندنا ان شاء الله طبعا اكيد باذن الله الجهاز الفني واخد باله من الحته دي، ان يبقى في دايما ضغط على اطراف فريق نهضة البركان. القاعده بتقول كل ما انت بتلاعب فريق معدل اعماره عالي لازم تخليهم يجروا من كلامكم وانتم بتتكلموا على طريقه اللعب وانتم بتتكلموا على المدير الفني والارقام اللي احنا استعرضناها، شايف انه الاقرب او السيناريو الاقرب انه نهضه بركان يبتدي الماتش راجع لورا مأمن ورا اكتر، ما فكره انه ياخد المبادره او يبادر النادي الاهلي بالهجوم، تتفقوا معايا ولا تختلفوا في النقطه دي؟ ده بنسبه كبيره، بنسبه كبيره اكيد هو هيعمل حساب كبير جدا لنادي الاهلي، يعني مثلا في الطريقه انا قلت احتمالين، يا اما 4-3-4-3-1-2 يا اما 5-3-2، هو النهارده هو في الماتش ده مثلا لعب 4-3-2-1 يعني ايه 4-4 وراهم، وادي الاثنين ادي الثلاثه الارتكاز والاثنين الاطراف والمهاجم تمام، فهو عمل 3 ارتكاز هنا في المباراه دي، ممكن في مباراه النادي الاهلي يوم الجمعه يلعب ب5-3-2 طيب. فالصوره دي مهمه جدا بتوضح ان دور حسين الشحات لو بدا او طاهر محمد طاهر ان انت ازاي تستغل انصاف المساحات، وازاي الباك ده محمد عزيز لعيب خبره طبعا ولعيب قائد ولكن كبر يعني 36 سنه، نبص انت كملت الصوره يعني الناس ركزت في الصوره دي يعني نشوف الصوره هنا في الحاله دي كمان تالي انه الطبيعي والمنطقي لو انت اعتمدت على الاطراف عندك او الاجنحه عندك انه كمان يبقى في دور للباكات هاني طبعاً. وايمن ان هم يضغطوا ويكملوا عشان يخلوا كمان او يفضوا مساحات اكتر للاجنحه ويشغلوا الباكات بتاعت نهضه بركان طبعا، لان الفريق كمان هيبقى بيدافع قدامك، اي فريق بيدافع قدامك لازم تطير الظهرين او تقدم الظهرين، الكره هي كملت بص حضرتك اتلعبت، محمد عزيز لسه ما رجعش وجاب جون في المساحه اللي بقى برده ما بين المساك وما بين الباك. نكمل الصورة اللي بعدها، ده حتى هنا محمد عزيز رغم انه كان معلش ممكن لو ممكن كريم نرجع للصورة اللي فاتت على طول، يعني محمد عزيز اللي كان متأخر وتقريبا كان آخر لاعب في نهضة بركان، يعني كان الأقرب ان هو يحاول يعمل تراي في 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 في, في انه يوقف الهجمة او يمنع الهدف، رغم كده برضه هو بعيد جدا عن مهاجم الفريق المنافس. ما هنا في نقطة مهمة جدا، ميعاد او توقيت الحالة دي امتى؟ دي واضح كده ان هي ممكن تبقى في اخر المباراة، اخر المباراة ربع الاخير من المباراة، ودي طبعا نقطة هنتكلم عليها في التشارتس لما تيجي. تمام، فريق نهضة بركان هي موضوع يا احمد زي الدومينو، ده انت بس ما تنقلنيش انا هشايلك السيناريوهات، بس هي الفكرة انت هتقسم لي الماتش ارباع 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 بالظبط وتقول لي السيناريو. لا هي مهم جدا الناس تفهم ان احنا برضو احلى حاجة في طريق بيتس موسيماني مع الفرق النوعية دي ان انت بتقعد تزهقهم، الفرقة دي محتاجة لعبة استحواذ، تقعد تمرن الكرة وهو يحاول يضغط عليه في الاول، فانت عمال تستنفذ الطاقة بتاعته في الجري عشان تنقض في الاخر. الله اكبر عليك، وده ان شاء الله باذن الله السيناريو اللي احنا هنشوفه. والله انا ان شاء الله باذن الله اتمناها ومتفائل انه الاهلي هيسجل بدري ويقدم جيم عالي، يعني احنا مش بس عايزين نكسب، انا كمان شايف ان الاهلي قدامه فرصة
ونجوم النادي الاهلي قدامها فرصه ان شاء الله باذن الله ترجع بالبطوله وتعمل جيم حلو، جيم يمتعنا ويطمنا على اللي جاي. انا بشوف كمان واحده من اهميه المباراه دي ان شاء الله باذن الله مكسبنا ليها وتحقيق السبعه يريحنا شويه ويرفع من معنوياتنا واحنا رايحين للمهم جدا مع الترجي في تونس. طيب هنروح نكمل حالات مع الحاله دكتور اللي بعدها برضو هنلاقي ده برضو. بص حضرتك الهجمه المرتده هنا كانت مثلا في بدايه المباراه، يعني كمان مش في نهايه المباراه. بص عمر النمساوي ما رجعش، محمد عزيز متاخر في التغطيه العكسيه، عمر النمساوي اللي هو الباك اليمين مش موجود اصلا، وادي المساكين واقفين غلط واتلعب ده ده, ده ده احنا بنتكلم على الدقيقه 14 يا دكتور. صح يعني 14 يعني تمركز خاطئ جدا. عندهم مشكله في الارتداد نتيجه كبر السن بتاع اغلب اللعيبه، عندهم مشكله في الارتداد من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه دفاعي. دي مشكله كبيره خاصه على مستوى الاظهره، ده اللي ان شاء الله نقدر ان احنا نستغلها. تمام. الصوره اللي بعدها برضو هنبص نلاقي دي برضو مشكله انظاف المساحات اللي بنتكلم عليها، ان هي اهم حاجه ان هي لازم ان شاء الله النادي الاهلي يستغلها، اللي هي المساحات الموجوده ما بين الباك والمساك وسوء الارتداد الدفاعي من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه عند نهضه بركان. الصوره اللي بعدها بعده. طبعا مش كله نقاط ضعف، اكيد هم عندهم نقطه، اهم نقطه قوه في نهضه بركان ضربات ثابته، هي الضربات الثابته وملحوظه. النادي الاهلي استقبل في اخر ست مباريات او اخر سبع مباريات ست اهداف من ضربات ثابته، فده برضو حاجه، دي الحاجه ده القلق الوحيد على النادي الاهلي في المباراه دي، ان هم عندهم يعني الضربه الاولى دي ابعد عن الصندوق بلاش فاولات حوالين منطقه الجزاء. ليه؟ لان انت بتقابل فرقه عندها عمر النمساوي بيرفع كويس جدا، عنده الاوفر مميز قوي في الضربات الثابته. الحاجه الثانيه برضو زيد كروش اللي هو اللاعب رقم 10 صانع الالعاب سجل برضو من ضربه ثابته. اذا اهم حاجه نحاول نقلل، ننبه على ديانج، ننبه على السولية، على ايمن اشرف، على هاني، كله بعيد عن الصندوق، بعيد، ما تعملش فاولات حوالين المنطقه، لان دي مصدر الضربات الثابته والضربات الركنيه. اغلب الاهداف اللي سجلها نهضه بركان في المباريات الاخيره ضربه ركنيه او ضربه ثابته. انا بس عايز اربط الحته دي يا احمد برضو نقطه مهمه جدا، ان احنا حظنا ان احنا في السوبر الافريقي هنلاعب فريق بيعتمد على الضربات الثابته، وان شاء الله في السيمي فاينل في دوري الابطال هنلاعب فريق برضو عنده اعتماد على الضربات الثابته والفول باك ستور. بنتكلم على عمر النمساوي طبعا، اهم لاعب لو تفتكر طبعا مع فتره نادي الزمالك كان عمر النمساوي الباك اليمين ولاباكوج قبل ما يروح العين. طبعا نادي الترجي برضو نفس الفكره، الياس شتي، وشفنا الياس شتي عمل ايه في مباراه بالوزداد الاخيره، وحمدي النقاز طبعا اللي هو كان سبب رئيسي لتاهل الترجي. فاحنا بنتكلم النادي الاهلي على يعني تجربتين خطيرتين فعلا في موضوع الكرات العرضيه والكرات الثابته، ثلاثه من افضل الفول باكس في القاره السمراء هنشوفهم قدام النادي الاهلي خلال الفتره الجايه، عمر النمساوي والياس شتي وحمدي النقاز طبعا. اكيد مع الترجي. في حالات ثانيه دكتور احمد نكمل في هو عامه برده ده كريم بقى. طيب. طيب. هنا هنروح بقى للارقام بتاعه المعدلات المعدلات عشان بس نفهم النهارده الفرقه دي بتبقى وبتشتغل ازاي. احنا بصينا على الاكس جي طبعا، واحد من الارقام المهمه اللي بيقول لك الفرقه دي معدلها قد ايه في احراز الاهداف، بتتكلم الاوفر اول بتاعها 1.1 وبالتالي ده رقم قليل 1.1 وده رقم قليل جدا جدا جدا. المعدل الطبيعي او النورمال اللي انت اتفقت عليه من 1.5 لغايه 2، دي كده انت عندك نسبه عاليه انك تحرز اهداف التهديف. وبالتالي النسبه دي قليله شويه في نادي نهضه بركان بالنسبه لمبارياته. والاغرب كمان انه المعدل فيما يتعلق بالتهديف اقل على ارضك واكثر على خارج ارضك. بالظبط. همشي برضو شويه عشان نجري الكلين شيت في الفريق، ثلث ماتشاته بيطلع منها كلين شيت، وده برضو رقم ضعيف بيبين لنا النقطه اللي احمد اتكلم عليها كتير في الحالات الفنيه، وان الفريق عنده مشكله ثغرات في الدفاع. برضو نشوف الفريق فشل في ان هو يحرز اهداف في ثلث مبارياته، وده برضو رقم كبير بالنسبه للفشل انك ما تقدرش تحرز. اتكلم على فريق كان بطل الكونفدراليه طبعا. اكيد طبعا. أيه. وطبعا نشوف برضو رقم التصويبات اللي تحولت لاهداف 10%، رقم ضعيف في وقت انا بشوف ان التصويبات لنادي نهضه بركان هيبقى اسلوب اساسي، لان فكره ان هم يخترقوا النادي الاهلي بدنيا هتبقى قليله بسبب عامل السن اللي احنا كنا بنتكلم عليه. عايز اروح بقى للتشارتس المهمه اللي معانا، نروح للسلايد الصوره اللي بعديها، السلايدز اللي بعديها، عشان في رقم مهم جدا جدا عايزين نتكلم عليه، ده توقيتات اهداف نهضه بركان. هنشوف هنلاقي دول 90 دقيقة. اخر 90 دقيقة دي هتبقى ليها كذا سبب. تمام. منها الضربات الثابتة زي ما احمد قال، هي اهداف بعيدة عن البيلدينج اب، لكن اخطر مدة لنهضة بركان في المباراة يا جماعة الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول.
أيوة. الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول الفريق فعلا بيبقى في قمة أدائه البدني وفي قمة أدائه الفني. أول ما بيخش أوضة اللبس ويريح شكر بيقعد من تقريبا الدقيقة 45 لغاية الدقيقة 80 أوت أوف جيم. الربع ساعة الأخيرة أو العشر دقايق الأخيرة دي فيها مخاطرة. ليه؟ ده هو لو متأخر في النتيجة اوتوماتيكلي او طبيعي هيرمي بكل طوله. الله اكبر عليك. هيبقى اللعيبه اصلا عندها رد فعل ان طبيعي. انا عايز اجيب هدف او اوقف الماتش. انسى كل حاجه اتقالت ما هجوم حتى بالظبط. فده مش امر فني تمام. لكن الفني بتاعهم امتى؟ في من 31 ل 40 من 31 لغايه نهايه الشوط الاول. هي دي الفتره اللي احنا محتاجين نبقى في قمه تركيزنا فيها. والله يا كريم احنا محتاجين نبقى في قمه تركيزنا ال 90 دقيقه كلها. يعني مش محتاجين طبعا. نخرج بره التركيز في اي ومحتاجين دايما وبشوف انه ده قدر الاهلي ان احنا نبقى فعل مش رد فعل. رد فعل طبعا. طيب لو نروح بس للشارت اللي بعديه هو الجول كونسيدد بعديه. ايوه دي اهم حاجه استقبال سيبك الأهداف. من الاول ده التوقيتات استقبال الاهداف لفرقه نهضه بركان. سيبك من اول اجزاء دي خالص. تعال نبص كام الدقيقه 71 الدقيقه 40 من 71 للدقيقه 90 بنتكلم على اخر ثلث ساعه في مباريات نادي نهضه بركان. استقبل ما يقرب من 45% من الاهداف اللي دخلت فيه. ده معناه ايه؟ يعني بنتكلم على نص تقريبا نص الاهداف اللي دخلت في نهضه بركان في مباريات الدوري المغربي وفي مباريات الكونفدراليه في التلت دخلت ساعة. في اخر ثلث ساعه. وده يبين لنا النقطه اللي كنا بنتكلم عليها انا واحمد ان انت محتاج تستنفذ الباور بتاع الفريق ده. اعمار سنيه كبيره مش هيقدروا يصمدوا في التلت ساعة. وزي ما شفنا احمد وهو بيشرح على عزيز بس برضو يعني لفت نظري كده من هنا من الدقيقة 41 للدقيقة 50 اللي هو نهاية الشوط الاول وبداية الشوط الثاني برضو في عدم تركيز في حالة عدم تركيز. الفرقة يعني داخل اوضة اللبس قربت انها ترتاح او لسه بتبدا شوط ثاني. التركيز برضو نقطة ممكن تضغط ولكن فيها. الاساس اللي بنتكلم عليه برضو نقطة مهمة. التلت ساعة الاخيرة دي مهمة جدا ان احنا ان شاء الله باذن الله نستغلها. تمام. طيب نروح لمواطن القوة ومواطن الضعف. تمام. اول حاجة في نقاط القوة طبعا هنتكلم على الهداف الفرقة مين اكتر اسيست مين اكتر صانع واحد بيصنع فرص. اول حاجه هداف الفرقه زي ما قلنا الاثنين المهاجمين بتوعهم اللي هو حمدي العشير جايب 3 اهداف. ده الارقام دي في الدوري. ايوه الحمدي العشير جايب 3 اهداف. ابراهيم البحراوي لا الارقام نقاط القوه. نرجع لنقاط القوه هنلاقي مكتوب نقاط القوه بالنسبه للاهلي. نقاط القوه ونقاط حمدي العشير جايب 3 اهداف. ابراهيم البحراوي جايب هدفين. ده الاكثر تهديفا. اما الاكثر صناعه للفرص في حمدي. يعني الاثنين المهاجمين برضو من اكثر الناس اللي صانعين الفرص اللي هو حمدي العشير عامل 8 فرص وابراهيم البحراوي عامل 8 فرص وزكريا حضراف اللي هو الجناح اللي غالبا بيكون بديل. يعني برضو لعب عدد مباريات قليله بس على مستوى الصناعه كويس جدا. فعال يعني عنده نسبه الفعاليه رغم ان لعب ما لعبش كتير اللي مشاركته لكن فعال. يعني لكن الفتره اللي بيشارك فيها نقدر نقول انه بيشتغل وبيعمل شغل. طبعا بالنسبه للاثنين المهاجمين هتلاقيهم موجودين في الاكثر تهديف وفي الاكثر صناعه. دليل ان الكره دايما بتتلعب لهم قدام تمرير طولي وهم بيتصرفوا بيها. يعني ده برضو حاجه مهمه ان انت هيتلعب عليك باثنين مهاجمين فلازم يكون عاملين حسابنا في النقطه دي. ما تعتقدش يا دكتور احمد ان وارد قدام الاهلي يلعب براس حربه يعني واحد؟ انا اعتقد يعني هو في كل المباريات الاخيره اغلب مباريات نهضه بركان بيلعب بالاثنين المهاجمين. يعني دايما بيلعب بابراهيم البحراوي وحمدي العشير وساعات يخش معاهم محسن ياجور. تمام. حتى في مباراه الكونفدراليه حتى في مباراه النهائي قدام بيراميدز مثلا. يعني انا لو تسالني رايي الشخصي انا اتمنى ان الراجل يفتح المباراه ويهاجم. يعني هو مش حكايه يعني فتحه او هو ممكن 5-3-2 اللي هو مثلا هيلعب بثلاثه مدافعين وباك يمين وباك شمال وثلاثه ارتكاز منهم مثلا زي ديكاروش كصانع العاب واثنين مهاجمين او 4-3-1-2 اللي هي 4-4-2 دايموند. أيوة. اللي هي 4-3-1-2 دي برضو بتأمن. انت عندك بيلعب بثلاثة ارتكاز واربعة ورا وصانع العاب واحد واثنين مهاجمين. ففي يعني حد لحد كبير دي اداء اغلب الطريقة. يعني برضو حتة التغيير في الطريقة هتبقى بالنسبة له صعبة ان هو برضو يجي يغير الطريقة يلعب بطريقة مختلفة. اعتقد ان هو ممكن كمان يعتمد على الخبرات. يعني شفنا زهير العروبي حارس المرمى اللي هو حارس الوداد السابق ده ما كانش موجود اصلا في المباريات. يعني دخله في اخر مباراة لما حس ان الحارس الثاني ضعيف خاصة على مستوى التسديدات وعلى مستوى الضربات الثابتة. على فكرة بيحضروا الماتش الاهلي وبيحضروا الماتش الاهلي نقطة مهمة جدا. يعني انت بتتكلم ان هو احنا قلنا ان هم ميزتهم في الضربات الثابتة والركنية لكن هم برضو عندهم مشكلة
في التعامل مع الضربات الثابته والركنيه. يعني انا بشوف ان التفاصيل الصغيره اللي هي الضربات الثابته والركنيه هتفرق كتير في مباراه زي دي، خاصه ان هي بطوله من مباراه واحده. نكمل الاكثر محاولات تصويبا، الان تراوري اللي كريم اتكلم عنه اللي هو البوركينابي اللي هو ممكن يخش يعني لو دخله هيبقى في وسط الملعب وساعات بيلعب جناح. الان تراوري ده الاكثر تسديد، مميز بالتسديدات، عامل 20 محاوله. ابراهيم البحراوي 16 محاوله، شيخ قطاره 13 محاوله. نيجي بقى للاثنين التمريرات اللي اتكلمت وقلت عليها مهمه جدا ان انت تضغط عليهم. أيوة. التمريرات الكتير بيبين ان الاثنين دول بيحضروا اكتر، دول الخبرات. عندك عمر النمساوي اللي هو الباك اليمين كورته حلوه 646 تمريره بنسبه دقه 76%، واسماعيل المقدم اللي هو المساك اللي ناحيه الشمال اللي هيبقى دور كبير لمحمد شريف في الضغط عليه. محمد شريف صحيح بقاله 6 مباريات ما بيسجلش مع النادي الاهلي، لكن ان شاء الله المباراه دي باذن الله هتكون مفتاح مهم جدا، يقدر يستغل كبر السن ويقدر يستغل انصاف المساحات الموجوده ويقدر يضحك على المدافعين لما ينزل يسقط ويفضي مساحات في ظهرهم. محمد شريف. اسماعيل المقدم برضو عامل 637 تمريره بنسبه دقه 80%. طب كريم، عشان احنا طبعا اتكلمنا كوره وقلنا حاجات وتفاصيل كتير جدا، خليني اسمع برضو اعلام شويه. يعني وجهه نظرك الاعلام في المغرب ازاي تناول المباراه، ازاي شايف فرصه نهضه بركان، بيربط في المستوى بين المستوى الاداء اللي بيقدمه نهضه بركان في البطوله المحليه وخروجه من الكونفدراليه وبطوله السوبر، ولا في فصل بين الاثنين؟ هو طبعا السيد فوزي لقجع طبعا الرياضه الاول والاوحد في المغرب بيدعم طبعا فريق نهضه بركان بشكل واضح جدا، واعتقد هو هيحضر المباراه كمان. وكل الاخبار اللي جايه من المغرب ان في دعم قوي جدا للفريق، خصوصا طبعا بيلعب النادي الاهلي. وعارف يا احمد برضو السوشيال ميديا خلت الناس فعلا يعني تعرف يعني ايه اهلي، فالناس كلها اي فريق بيجي لاعب النادي الاهلي بتشوف شكل مختلف. حتى شوف مثلا سان داونز في الفتره الاخيره التصريحات بقت قويه جدا عن قبل كده، ليه؟ خلاص اسم النادي الاهلي بدا ينتشر عالميا وافريقيا بشكل كبير جدا، وكل العالم دلوقتي بقى عارف مقدار لما تواجه نادي كبير زي النادي الاهلي. فالنهارده كل الدوله المغربيه كل الاخبار طالعه دعم نادي نهضه بركان، عشان كده بقول لك اللعيبه تركيزها هيبقى مختلف تماما في ماتش يوم الجمعه عن الفتره الماضيه. كمان وتفرق تفرق مع لعيب الكره قوي كريم انك تبقى رجلك في الملعب طبعًا، وانت عارف انك مالكش امل في البطوله طبعًا زي بطوله الدوري. يعني انت بتلعب الدوري وخلاص ارقامك رايحه واملك يعني اكبر املك انك انت تخش او تحسن ترتيبك، غير انك انت ومش هيقدر يوصل. اشك نهضه بركان يقدر ياخد اي مركز من الاربعه الاوائل انه يلحق كونفدراليه او دوري كده. انا بقول لك انت ما عندكش امل تحقق اي شيء في بطوله محليه، غير انك انت بتلعب في بطوله قاريه العالم كله بيتابعها. عندك امل حتى ولو مش كبير قوي، بس عندك الامل وعندك الامكانيه وعندك الاحتماليه انك انت تحقق بطوله كبيره جدا. وعايز اقول لك نقطه مهمه وعلى حساب النادي الاهلي، فبالتالي ده دافع كبير قوي. وعايز اقول لك نقطه مهمه جدا، ان الاتحاد المغربي كان عنده نفس المشكله بتاعتنا بتاعه الاجنده الدوليه. نفس المشكله اللي احنا بنواجهها في اليومين دول وتاجيل مباريات وهذه الامور. الاول قال لك هنلعب مؤجلات في نفس الوقت، كل الانديه اعترضت. راح امبارح الاتحاد المغربي طلع قرار بايقاف كل مباريات الدوري المغربي من الفتره من 31 مايو لغايه 15/6 وهي انتهاء الاجنده الدوليه. وبالتالي لعيبه نهضه بركان عارفين ان بعد ماتش الاهلي في ريح اجازه. فبالتالي كل الناس هتروح الماتش ده وهي مركزه فيه، هو بس ما عندهمش اي حاجه تانية شغله بالها. فان شاء الله باذن الله برضو رغم كل ده النادي الاهلي يتوج للبطوله يوم الجمعه. في نقطه كمان برضو ان اغلب اللعيبه دي عايزه تسوق نفسها، يعني زي ما حضراتكم قلتوا ان اغلب اللعيبه يعني مش هيوصلوا السنه الجايه مثلا لكونفدراليه، مش هياخدوا رابع في الدوري المغربي. فهو قدام اللعيبه دي فرصه ان هي تيجي تسوق نفسها هنا في مصر. احنا شفنا مثلا نفس فريق ممكن العب معاه مع النادي الاهلي وياخد بطوله في السوبر الافريقي، بحيث ان اغلب اللعيبه تسوق. يعني شفنا عمر النمساوي ده كان هيروح الانتاج الحربي في السنه اللي فاتت، يعني في فتره من الفترات. فاغلب اللعيبه برده يعني برده كذلك المهاجم برضو قال ان هو اهلاوي بيتمنى ان هو يلعب في الاهلي، محسن ياجور قال ان هو اهلاوي بيتمنى يلعب في الاهلي فتره من الفترات. 36 سنه يعني شوف صعب قوي. كان يعني قال ان هو كان معروض عليه النادي الاهلي من حوالي 5 سنين ان هو اهلاوي. فطبعا يعني اغلب اللعيبه عايزه تسوق نفسها لانها بتلعب قدام النادي الاهلي وبتلعب في بطوله سوبر افريقي، فبالتالي طبعا ده حافز كبير ليهم. يعني بطوله مباراه من بطوله، عكس اللي هم في الدوري مثلا نوعا ما الحاله مش ماشيه معاهم كويس، لكن عكس المباراه لما تكون بطوله بتبقى صعبه جدا. يعني ده على مستوى اللاعبين. انا بشوف كمان انه على مستوى المدير الفني او الجهاز الفني
طبعا. انه فرصه يعني يمكن يكون ارقامه ما كانتش مرضيه او ما يعني مشواره ما قدمش فيه اوراق اعتماده بالشكل اللي يرضي طموحات نهضه بركان، لكن فوزه ببطوله زي دي على حساب النادي الاهلي يرفع من اسهمه بشكل كبير جدا ويقول انا عملت انجاز في فتره قليله جدا. خصوصا ان هو ملوش انجازات اصلا يعني هو ملوش انجازات قبل كده سابقا، هو كان بيدرب اتحاد طنجة المغربي. طيب نختم بالمعدل العام اخر حاجه موجوده معانا. المعدل العام اتفضل يا جميل. اتفضل. المعدل العام بتاع الفرقه بقى هم طبعا يعني ده بيتكلم على ال 14 مباراه مع المدير الفني الاسباني الجديد. تمام. معدل الاستحواذ دوري 4 كونفدراليه 10 مباريات في الدوري و4 في الكونفدراليه. معدل الاستحواذ بتاعهم 51%، ده بياكد ايه؟ ان هم بيسيبوا الاستحواذ للخصم لاي منافس ليهم، بيعتمدوا دايما على اسلوب اللعب المباشر اللي هو التمريرات الطوليه. اهم رقم معدل التمريرات الطوليه 41 تمريره، رقم كبير جدا في الماتش الواحد. تمام. بياكد ايه؟ بياكد ان هو اسلوب لعب مباشر على طول للاثنين الفراوده اللي قدام. معدل التمريرات في الماتش الواحد 403، رقم مش كبير، دليل برضو ان هم بيسيبوا الاستحواذ. معدل الاهداف على المستوى الهجومي هم مش اقوياء قوي، 7/10 هدف بس في الماتش. معدل الاستقبال كل مباراه بيستقبلوا هدف. الشباك النظيفه 6 مباريات من 14 مباراه. معدل المحاولات بيعملوا 10 محاولات في الماتش، ده رقم كويس، يعني هم يعتبروا على المستوى الهجومي نقدر نديهم 8/10 مش وحشين. لكن الفعاليه هي اللي ضعيفه. الفعاليه هي اللي ضعيفه، 3.4 بس اللي بيبقوا على المرمى. وبالنسبه بقى للعرضيات، العرضيات هم عاملين 100 عرضيه من الجبهه اليمين اللي فيها عمر النمساوي، 100 عرضيه، خاصه ان هم كمان بيلعبوا باثنين مهاجمين، فبالتالي الظاهرين دايما بيتقدموا للامام ويعملوا العرضيات، لكن عمر النمساوي عاملين بالجبهه اليمين 100 عرضيه، الجبهه الشمال اللي فيها محمد عزيز عاملين 74 عرضيه. طيب يعني بالارقام دي بنشوف انه فريق برضو في بعض مواطن الخطوره كريم، فريق يتعمل له حساب اعتباره في النهايه. انت بتقابل بطل الكونفدراليه وجاي يقابلك بشخصيه البطل بصرف النظر عن ارقامه وادائه، وبالتالي هي مباراه بالتاكيد مش سهله، وخصوصا ان 90 دقيقه ما حدش بيضمن فيهم. في الكره عودتنا وعلمتنا انه ما فيش حاجه فيها مضمونه. وصحيح، هو الله اعلم السيناريو نفسه هيمشي ازاي، بس نتمنى ان شاء الله وندعي ان احنا نشوف سيناريو ماشي في اتجاه النادي الاهلي من البدايه، حتى عشان ما يبقاش فيه ضغط نفسي علينا واحنا بنتفرج. والله انا بشوف انه اهم طبعا السبعه، وان احنا نزود الرقم القياسي ونبعد عن اقرب المنافسين للنادي الاهلي، التتويج ببطوله جديده تبقى الرباعيه بدل الثلاثيه، لان السوبر دايما بتحسب على مفترض يعني ماتشات السوبر دي بتتلعب دايما قبل ما السيزون الجديد يبتدي، بس عشان المؤجلات والمشكلات والكورونا وكده، لكن نبقى رباعيه بدل ثلاثيه وان شاء الله الخماسيه جايه. وكمان وده بالنسبه لي مهم جدا لا يقل اهميه على التتويج ولا على الناحيه المعنويه، انك تروح تكمل مشوار افريقيا. يعني الماتش ده لما تروح بعده تلعب الترجي وانت طبعًا بطل السوبر طبعًا غير لما تروح تلعب الترجي وانت لا قدر الله. لا وطبعا وليه اهميه طبعا السوبر. بقى في اهميه ثانيه خالص، انت بتاخد نقاط بتضيف لتصنيفك في نادي القرن ان شاء الله جديد. بعد انت ما ضمنت نادي القرن بعيد انت يا كريم، بعيد بعيد بعيد. والمزيد الحقيقه ان شاء الله دايما جماهير نادي الاهلي متعطشه لكل بطولات، وان شاء الله نتمناها بطوله افريقيه جديده للنادي الاهلي على حساب نهضه بركان. بشكر ضيوفي زملائي الاعزاء اللي شرفوني النهارده في السادسه، كريم سعيد رئيس تحرير يلا كوره، بشكرك كريم، شرفتنا ونورتنا. ودكتور احمد ثابت محلل الرقمي، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا دكتور احمد. شكرا. بشكر حضراتكم على المتابعه، بكره حلقة نهاية الأسبوع، وبكرة خدوا بال حضراتكم زي ما تعودتوا جماهير السادسة عارفة كويس إنه جزء من حلقة بكرة مرتبط بالعالمي. بكرة عندنا نهائي اليوروبا ليج، وهنتكلم كمان على نهائي تشامبيونز ليج المرتقب والمنتظر يوم السبت اللي جاي، المان سيتي وتشيلسي، مانشستر يونايتد فيا ريال في السادسة بكرة. ميعادنا ما تنسوش، تابعونا إن شاء الله، وتحياتي لكل اللي تابعونا النهارده.